بونسوار عن جديد. ريمون، احنا كلنا سمع لنتشارك معك باللي الرب رح يحكينا ويقول لنا من خلالك. أول شيء المجد لله دائما لله. أنا كثير فرحانكم معكم اليوم وبشكركم فتحتوا هالمجال تنلتقي حول ربنا. وما تستغربوا هذا، أنا بس ناقص اللحية، بالبروموسيون طالع بلحية لهون شلناها لضرورات سفر. ونشكر الله على أكيد على كل شيء بيعملوا فينا ومن خلالنا، على كل اللقاءات اللي بحسهم دائما إنه بثواني من الأبدية. كل شيء نشتغل فيهم بالعالم والنهارات بيكون له علاقة بالطراق، بس نلتقي حول الله أو اللي بحسهم وقت الإترنتي. باب نتشارك أنا وياكم بخبرتي، وبعدين مثل ما قلتوا لي في مجال الأسئلة والأجوبة حسب ما قلت لأختنا هون أنه ساعتين ونص. أوكي، أنا أفيلبل قد ما بدكم. البروموسيون كتير لافتي للنظر، حسيت أنه مزبوط عمل روح قدس، لأنه حط مال شربل والإرباني. هذا الإرباني اللي شفناه هلا بالبروموشن هي سبب كل القصة. لولا منا يمكن ما كنا مرقنا باللي مرقنا فيه، ولكن صار معي اللي صار ولا شيء. بلشت القصة من هالإرباني، مش هيك البروموشن جايب مطرحها يعني، مال شربل وحامل هالإرباني، هالقوة الكونية اللي بنحملها ونروح نتناولها، وأول كثير ما بنعرف شو هي. شو مشكلتي مع الإرباني؟ كانت من وقت كنت صغير. أنا زلمة ربيت ببيت جدي خوري، وهو زلمة تفكروا فيها تعيشوا واحد ببيت في بي وعمومتي وعماتي وجدي الخوري. وهو كان سيمبول، جدي الخوري بتعرف بتضيع أيام زمان، الخوري هو كل شيء، هو المختار ورئيس البلدية والخوري والمرجع، بينظروا الناس بعين كثير كبيرة وبيعطوا له يا محترم. بتعرفوا بيت الخوري بيبقى بيت شوي مميز. أنا كان عندي مشكلة مع جدي، والمشكلة هي كانت الإرباني أو القداس. بتعرفوا نحن بنخلق بيعرفونا على يسوع والعذراء وإيماننا وصلي الأبانا وصلي السلام وركاع ولقط المسبحة وروح على القداس، نتعلمون هيك أول شيء كونسيامون بدون ما يكون واحد واعي شو عم يعمل. بس كنت روح على القداس انا اللي جده مش خوري مثلا، بروح بيعرف الخوري غريب، عم بروح على مطرح عم بيحضر شيء. بس انا كنت روح مع جدي على القداس، بس يرجع جدي على البيت انا قداسي مكمل، الخوري رجع معي على البيت يعني. وكان عندي مشكله مع القداس. نحن وصغار بعتقد كلنا زيت الشيء، شو بيعمل الولد بالقداس يكون عم بيقدس كل وقت ناطر تيخلص القداس؟ ما نفهم شيء، قاعدين حايصين. وأهلنا بديك الأيام كانوا كتير ستريكت، يقعدوا ولا بازم ولد تيقعد ولا بازم يتفرج كل الوقت، بتبقى صعبة. ما أفهم شيء، ما أفهم شو عم بيصير. بقول هون بين هلالين مالوروزمان حتى نكبر أيام ما بنفهم شو عم بيصير. بس شو كانت مشكلتي مع الإرباني؟ تعرفوا السبت عشية كنت أقعد أنا وستي الخورية نجيب طحين ومي ندوبهم نصبهم بقالب، قالب هيك مثل الملقط، ونحطهم طبعا نخبز فيهم البرشنات، اعمل 200 300 400 500 حسب ما تكون ست مدوبه طحين. جدي بده 100 150 برشانه، شو نعمل بالباقي؟ مزمز فيهم اكلهم، وكثير طيبين سخنين بيقرشوا. لحد هون ما في مشكله، المشكله كانت ثاني يوم بس نروح على القداس وشوف جدي شو عم يعمل فيهم. صارت القداس انا كل شيء الفوكس تبعي ونشوف جدي شو عم يعمل بالخبزانات، الخبزات يلي انا حضرت له. وهونيك الحزوره، بتعرفوا ولد عم بيراقب بشوف الناس عم بيحكوا كلمات او مش عم بفهم شيء منهم. بتعرفوا اللي عندنا صعوبه بالنحو، التراتيل كلها بالنحو، فكر عم يحكي غير لغه، خاصه بس القداس نصه كان بالسرياني قبل يزيد الطين بله. وشوف ناس توقف وبتقعد وبيبخر وبيبهم، واخر شيء الشغله الغير مفهومه نهائيا انه بيوقفوا الناس بالصف وكل واحد بياخذ خبزه. انا عم اتفرج عليهم شو عم بيصير، انه ما افهم عمليا شو القصه. كنت فكر انه ليش ما بعلمهم هي كيف بيعملون هذه الخبزه؟ بيعملون بالبيت كل واحد يعمل 400 500 كعكه وبياكل قد ما بده، بلا ما يجي يقعد ينتقع ساعه ليطلع له وحده. في شيء مش لوجيك. وجدي كان حدا كثير صامت،
يعني بيحكي كان كل سنة شي كلمتين. وسأله جدي شو بتشتغل أنت؟ بيقول لي خوري. شو بيعمل الخوري؟ خلاص ما يجاوب. بفكرني ما ولد شو بيشرح لي أنا. وكانت أنا بالنسبة لي المهنة جدي هو بيشتغل خوري. كيف بي حلاق؟ بي كان حلاق الله يرحمه. شغله واضح. يفوتوا ناس لعنده عندهم شيب معين بشعرهم يطلعوا كلهم بنفس الشيب. يعني زمان ما كان في قصاد. كان في قصاد وحدة على الكل. بيبقى عندي عم نجار. روح لعنده على المنشرة. كتير حب ريحة الخشب. شوفوا عم بيشتغل يطلع خزانات وطاولات كراسي وبيب. عم يعمل خشب برودوي تبعه واضح. جد الخوري روح معه على الاتوليه الكنيسه هي الاتوليه بتاع بيشتغل جد شو عم ينتج ماشي بعطيه خبزات ما ادري شو بيعمل فيهم بينورهم للناس شو بتشتغل يا جد خوري هون يوم خبرني خبريته شو بيشتغل وما فهمت بس حفظت قال لي أنا بشتغل خوري شو بيعمل خوري قال بيعيط لله بينزل من السماء بيقعد بهاي الخبزة اللي أنا خبزها أنا وستي وبيطعمية للناس عليك الله بيفوت على قلبهم لأنه الله محبة بتفوت المحبة على قلبهم بصير الله جواتهم من الخبز قال لي بس تكبر ارتفع حفظت إنه أوكي جدي بعيط لله بينزل من السماء بيقعد بالخبزة أنا وستي بيكلوا الناس بيفوت الله على خلص كيف وهي كانت كل محور تفكيري كل حياتي معي. ما طعت معي أنا وين ماشي خلص أوكي صدقت ولا جدي بس ما فهمت كيف خاصة بس واحد كل ما يكبر أكثر كل ما يقدر حجم الله مين خلق الكون الله بعلمونا المدرسة والله خلق الكون شو كون يعني قصة كون شيء كتير ضخم وجدي بعيط له بينزل وبيقعد بالخبز يعني والله اللي خلق الكون بيقعد بخبزي ومناكل شغلة مش كتير تدخل براس إنسان وصرت كل ما أعيش حياة شيء بحياتي أربطه بهذا الموضوع ما بدي أفهم كيف الله يلي خلق الكون بينزل ويقعد بالخبزة وصرت من هونيك ورايح يطلع لي كتير أسئلة أوكي وينه الله كيف بينزل ليش ما بنشوفه ليه ما بنسمعه ليه ما بيحكينا دغري ليش هالطريقة يعني وينه وكيف صرت حس إنه لازم أعرف عن الله وأفهم هذا السر. صرت أقرأ ما خلي كتاب غير ما أجيبه وأقرأ من أنا وصغير. بأول أربعين إجاني كادو اسمه لا بيبالي استوار دومون إنجيل اللي اشتريه لأولاد الصغار أخذته وقريته ومن أول مرة هيك أعجبت جدا ببطل القصة اللي هو يسوع وصرت جرب أعمل لينك بين الله اللي خلق الكون ويسوع اللي عم بقرأ عنه بالكتاب والله اللي جدي بعيط له بينزل بيقعد بالخبزة وقصة كمان أكتر عقدت لي عيشتي كنت أنا وبي بالغينة بالضيعة عن جده حبيب عنده بقر عم بتفرج على البقر أنا هيك وتأمل بتعرفوا كان كل راسي مفوكس على كل قصة تفاصيل الخلق يعني بهون يوم تقول لبي شو الفرق بيني وبين بقر جدي حبيب بي كان معود يطرق كل سؤال بده حلم الله يعني ما عم يسألني الملك البقرة مثل ما بتاكل وبتشرب وبتنام وبتخلف آخر شيء بتموت نحن مثل البقرة قال لي بي لا نحن فينا روح الله شو روح الله قال لي الله جواتك نحن فينا الله جواتك مش موجود بالبقرة كمان more complication عقدت الأمور صرت confused أكثر والله بالسماء وخلق الكون والله بينزل بيقعد بالخبز والله هو يسوع اللي عبارة عنه بالإنجيل والله لحجوه فهم والله وين صرت كله نور يجمعهم براسي تقدر افهم اكثر ورحت اكثر صوب القراءه اقرا كثير هلا هو مش تفشخ انا كان عندي اكيو كثير عالي بالمدرسه كل رفقاتي بالحكي بيعرفوا كنت بس ما اطلع الاول اخوه يعني على طول بالاول والثاني وراي بعيد طلعت بسرعه يعني كان الاستاذ بس يشرح الدرس خلص سجل ما ياخذ نوت ولا شيء تسجل روح على البيت ما ادرس اقرا شيء ثاني ومويناتي بالصف ديزويد ديزناف ما انزل أكثر هيدا ساعدني أكثر أقرأ كثير كتب كنت بالست أيام كان عمري 10 سنين 9 سنين اشتركت بمجلة اسمها سيانس إيه اللي هو الناس من الترمينال الطالع وأراها من جلد للجلد منبسط فيها فيها كثير كوزمولوجي واسترونومي وسيانس ناتورال وبيولوجي كل هالأمور وأقرأ كتب كل الفوكس تبعي
بدي افهم شو قصة الله، واكثر شيء هي الخبز. كنت كل ما اروح الاحد على البنتس كل تركيزي على شو عم يصير بالبنتس، وبوت اول اربانت هي الخبرية بتضحك. انا كنت رايح بتناول، جدي كان قال لي قبل هي الخبزة خبز تاكل قد ما بدك، كل انت وصلتك قد ما بدكم خبز، بس من بعد ما صلي عليها الخبزة ممنوع تدق فيها بقى، خلص صارت مقدسة، صار الله فيها. بأول إربانتي أنا كنت رايح على تناول إرباني، ما فيكم تخيلوا ما لحالي كنت فيها، قلبي عم بخبط كان حيطلع برا، لأنه حاسس إنه هلا بينزل الله يقعد بقلبي، ما بعرف شو بده يصير. وأكلت صدمة، رحت تناولت ما صار شيء. صرت أفكر إنه الله اللي قعد فيي، ما كنت فكر بيصير فيي مثل جراند دايزر، مثل إنكريدبل هالك، بيصير شيء، إنه حسيت إنه ما صار شيء. صرت أفكر أكثر إنه شو صاير، شو القصة، ما صار فيي مثل ما جدي قال لي مفروض ينزل الله جوا ويصير مليان محبة. وتعرفوا الولد صرت أفكر مثلا مين زعلان بالصف، مين مش طايبه، بيت مش طايبه، يعني ما حسيت صرت أحبه يعني بس نوال. وصارت قصة تكبر معي أكثر بالقراءات وبالعلوم والدراسات وبالمدرسة، كل شيء يتعلمه وربطه بقصة الله والقربانة والقداس. روح على الداس جرب افهم قد ما فيه، وبصير ناطر اخر الداس لاتناول الارباني تشوف شو بده يصير. وكفيت هيك لسنه ال 75 كنت بصف التروازي، كان عمري 13 سنه، بلشت الحرب بلبنان. قبل الحرب كنت انا زلمه كثير سبورتيف، بلعب جيتار وهيبي، مطول شعراتي وملبس بالدليفان، تتذكرون هول ولا مش ايامكم انتم صغار؟ شو عليك؟ ومبسوط بلعب درامز، وحياتي تعقد، شاطر كتير بالمدرسة وكل العالم زقفولي وبينفخوني، مش هيك طلع فيه كتير كبري على الكبر. وبلشت الحرب، أول بلشت الحرب اسمع فيها إنه في فلسطينية وأسواق ومخيم تل الزعتر ومدري شو، أنا اللي كان الناس شو في الجير ولا عم قتلوا بعضهم، عيفونا خي مبسوطين، خلونا ندرس ونتعلم ونلقوا جيتار ونغني، شو هالحرب. وبلشت حس بخوف أهلي هذيك الأيام، صار فيه كيف ما تقولون تحس في تنصف من العالم خيفانة، وساعة بنهرب على الجبل ساعة بننضل، تحس كل الجو موتر حدك وجو خوف، وانت عم تشد باتجاه الحياة، بدنا نغني ونرقص وندبك نلعب درامز بجيتار. لا اجت الحرب يعني بحضني، اجت الحرب لعندي، كنا عم نحضر حالنا نعمل ريبيتيشن، كان عنا حفلة بدنا نعملها، وصارت مأساة، صار في قصف وأزيف وانفجارات. والشباب اللي كانوا نلعب أنا وياهم درامز بالباند قتلوا شقفوا، وزمطت لحالي راحت الباند. صرت يوم من الأيام الشباب كنت غني ورقص ويدبوك وندق إحنا وياهم وراحوا. سو بدال الجيتار والدرامز جبنا كلاشينكوف وجعبة رصاص، ورحت اتدربت وفت بالحرب. كان نحن بالجديد، طال الزعتر كان حد جديد تعرف ما بدي، وكنت كتير شرس لدرجة إنه بدي أهجم أنا على طال الزعتر وأشحط، وعفيت عملتها، صرنا نعمل شاركنا بالهجومات وبلشت الحرب. وهذيك الحرب بهذيك الأيام كانت الحرب تعمل جمعتين ثلاثة وتوقف، جمعتين ثلاثة ترجع تقلع ترجع تطفي، وكل ما توقف الحرب وخي خلصنا فنرجع على المدارس، وما كنا عارفين إنه راح تمد الحرب معنا 15 سنة. والحرب هذه المأساة يلي خلتني بلش فكر شو معنى الحياة. ممكن كل يوم نخسر شباب وأصحابنا، نبعدين عشية بسهرة عم نحكي وندردش، واحد يحكي اختباراته وواحد مشاكله وواحد حياته، ويصير في حرب تاني يوم نروح على الحرب، في ناس ما تجي ما ترجع معنا، ناس تموت. كنت كل ما يكون في دفن حاطين حدا من رفقاتي بالتابوت بقى ماشي ورا وعم فكر انه هلا هذا وين صار. تعرفوا الموت مأساة، الناس عم تطوس، ناس عم تبكي، ناس وجع، ومات عم تبكي، بيات عم بتنوح، ورفقاتهم من كلهم غضب عم بيقوصوا، فالحالة حالة. أنا بقى أفكر إنه هالشاب اللي كان مبارح حكي عم بينضب بالحياة وعنده أحلام وعنده مشاريع، وقديش أهله تعبوا عليه، إنسان مهم هلأ بيسندوا حاملينه واخدينه، بعد شوي رح يعفن ويهتري ويختفي وخلص.
صرت فكر دائما بمبدئيا بشغلتين، اول شيء هو وين راح، ثاني شيء انا راح يجي دوري حرب بتوصل الفصحى حد دينتك، يعني بتفرق راسك عشوائل تقعد تحدوا بالصندوق وأصفوا انفجارات كل الوقت. فكر انه هلا الشاب اللي كان امبارح حد بالحرب، بتعرفوا بيخلق باندينج بين الشباب اقوى من الاخوه، رفيقك بالحرب اعز من خيك، دافع عنه ويدافع عنك، بتزت حاله قدامك وبتزت حالك قدامه، ما في رابط محبه قوي، بس يموت تحس شقفه من قلبك واحد. بصير فاكر وين راح، خلصت حياته خلاص، صار تراب، يعني اخرتنا هيك يعني تراب وصندوق خشب وخلاص. والشغل الثاني فكر فيه انه انا بس كون انا هلا بالصندوق رح يجي دوري، اكيد رح انصابه تطفع فيه شيء عزيف ما فيه. اوكي وين رح صير؟ انزمت اليوم انا بكره وين؟ وصار هذا الهاجس طبعا. وكبرت كثير بسرعه، بقولكم كنت انا بوقتها بالتروازي، يعني قبل الحرب كنت حس رفقاتي من جايلي نلعب سوا، ندردش سوا، نلعب بالملعب. من بعد ما رحت على الحرب شهرين ثلاثة رجعت على الصحة المدرسة، حسيت رفقاتي كتير كتير صغار، حسيتهم كتير أولاد، وأنا كسرت كتير كبير، كبرت بسرعة كتير، يعني حسيت رجعت على الصف ما عمري 13 بركي عمري 30، يعني الحرب والموت والمسؤولية تكبروا الواحد كتير. دائما أتذكر جدي اللي بس تكبر بتصير تفهم، وكبرت كتير بسرعة. خير وتوازيان كانت همومي بطلت لعبة وحرب ومعارك، ولا قصة كانت تبقى برا مثل الحياة. بس تفكر أكثر بمعنى الحياة، شو عم نعمل على هالكوكب، بس كون عم بقرب الكوزمولوجي، يعني شوف هالكون كيف هو والمجرات، في بلانيت تير هيدا بلانيت أورث، دايما أفكر أنا على هذا الكوكب شو عم نعمل هون، غطيت على الكوكب شو جاي أعمل، وحيجي نهار نفل مش قاعدين على الكوكب على طول، هيدا بدنا نقطع لوين نفل، منين نجي، كيف نروح، شو مطلوب مننا نعمل. وبوقتها كنت من أول أربانتي وقت أخذت الكتاب بكيبال إستوار للمجيل كنت أراه كل يوم، هديك كان صغير يعني أراه كلهم جلد لجلد على غرامي بيسوع جلد الإنجيل الحقيقي، وأراه من هديك الأيام لليوم ما قفيت نهار ما أرى فيه الإنجيل، أحس في متعة غريبة حتى بأيام الحرب، بس في معنا بريك نروح أقرأ شوي بالإنجيل، وكان كل همي أفهم أكثر شو معنى الحياة، ليش في موت، كل تركيبة الدنيا كون هذا الهاجس طبعا. خلصت العلم بحكمة، فت على الوزيب على كلية الهندسة، وكان كل وقت براسي بدي أعمل إنجينير نوكليير، أول شيء لأنه كنت كتير ذكي، كل يقول لازم تعمل أنت جنين نوكليير، ما أعرف شو يعني، بس لأنه الذكي الذكي بيعملوا هيك، ممكن نعمل شنو قصة أنه بحبه وما بحبه. بس فت على الجامعة وحط براسي بدي أعمل جنين نوكليير، بتذكر أول مرة عم بحكي للعميد اللي شو بدك تختص هون، قلت له نوكليير، ضحك اللي مين قال لك إنه لبنان بلد نووي، هو ما فيش نوكليير حبيبي، بدك سافر لبرا، وسافر لبرا عنا كان شيء مستحيل، احنا بعائلة كتير 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 فقيرة كمان، يعني بس بدي اطلع على الجامعة بدي احسب حساب السيرفيس والتاكسي بيطلع اوتوستوب سافر. فقلت له طيب شو بنعمل؟ قال لي في شيء قريب له، عمول الكترونيك دو بويسانس. قلت له ماشي الكترونيك دو بويسانس. درسنا 5 سنين تخرجت انجينيور الكتروميكانيكي، باخر سنة من 5 سنة بيجي مهندسين من بريطانيا عم بيعملوا ريكروتمان لمهندسين وبدهم نعمل كونكور، عملنا كونكور نجحت فيه انا وشخص ثاني ورحنا على بريطانيا. شو طلع بدهم الشباب؟ بدهم يخصصونا بالجنين النوكليير، كمان كيف الحرب اشتغلت بحضنه، اجت النوكليير قاعده بحضنه. ورحت لهونيك سنه ندرس بالنوكليير، صارت هيك دهشتي اكثر تزيد بحجم حضور الله بالكون. كان في فكرة عند الناس إنه العلم ضد الإيمان، واحد بيتعلم بصير ما يؤمن، بيؤمن ما بيتعلم، وهذه مشكلتين مع بعض. عندهم فكرة الناس إنه اللي بيصلي سوري على التعبير بيكون هبيلة، يعني بيزكي كلهم إنه هو المتعلمين إنه ما بيصلي.
وبيامنا كانت هيك، كان في اتحاد سوفيتي وموجة الحاد بالعالم، وفيها الصراع بين الملحدين اللي هم بيلجأوا للعلم وبين المؤمنين يلي عايشين طقوس الأخبار. رحت على بريطانيا، كثير انبسطت باللي تعلمته، كثير اندهشت، كثير تعلقت أكثر بإني اكتشف الله، لأنه رحت من لبنان طالع من لبنان، لبنان كان بلد مكسر طحمش حرب، وصلت على بريطانيا مطرح كثير متطور وفت بالمطرح العلوم الضخمة، انبسطت كثير من مال بالاكتشافات اللي اكتشفتها، بس فليت وجيت، ما كفيت تركت وجيت لهون لأنه ما قدرت طيب ضل برا. كان رفقتي بعد الحرب ماشي هون بيحاربوا ويموتوا، كنت كل يوم نام عشية حس هيك شيء براسي عم بيقول لي وانت جبان وخاين وغربان، رفقاتك وأهلك بلبنان عم بيموتوا وانت قاعد تتمتع ببريطانيا. تتمتع كنت كثير مكرم، كان بديك الأيام معاشي شي 10,000 دولار، بحكيكم بالكاتروفانت كاتر يعني بتعتبروا هلأ مثل كانوا شي 200,000 دولار بالشهر، ومعي سيارة وبيت بنص لندن بالفيرست كينجز واي يعني بوجه الهايد بارك، وعيش والملك. بنهار انبسط وزعيم وخواجة مصاري بلدكم، بالليل ما بنام، وكل يوم عشية وخلص بسقوم على بكرة بدي روح عند المدير أقدم استقالتي وفل، ارجع على بكرة قوم تغرني الحياة بلندن غير فكرة، وبيت هيك نام عشية ضميري يعذبني قوم على بكرة روح على الشغل. لهون يوم أخذت قرار إنه خلص بدي فل، ما نطرت للتاني يوم، رحت بالليل كنا أوفشور وقت على منصات أو بيد البحر، نزلت من فوق لعند المدير قلت له أنا فالي، وضحك علي وقت أنا مش أحفظ بالتفاصيل من شغل المعنيين، تركت وجيت وهبط معاشي من هال10,000 دولار بالشهر ل500 ليرة بالشهر، بس كنت كثير مبسوط، 500 يوم مع أهلي وأصحابي وشغلت ببلدي أحسن من 10,000 قاعد هونيك مش عارف حالي شو عم بعمل. ورجعت لهون ورجعت زيت القصة، مين هو الله وكيف هو الله ووين هو وكيف عم نتعاطى نحن وياه. كنت بالوقت صرت قاري كتاب مقدس شي 200-300 مرة، وعم جرب أحزر شو معنى الحياة. كفينا حرب وعلم وصلاة، دايما بقول كنت عم بعيش على 3 تراكس، كنت عم بشتغل على 3 محاور، كنت عم أتعلم بالمدرسة، ما تركنا العلم، كنا نروح على الصف بس تفتح المدرسة وبس تسكر المدرسة يكون في حرب نروح عليها. كانت الحرب جزء من حياتنا اليومية، 15 سنة كلين شاربين يمين وفي مدافع وقصف رصاص. الشغلة الثانية الصلاة، أقرأ بالإنجيل الكتب المقدسة، أقرأ آباء الكنيسة، جرب قد ما فيه أقرأ اليهود مورتها تعرف على الله. والشغلة الثالثة عم أتعلم بالمدرسة، كنت عم تعلم بالجامعة تعلمت، ومن بعد الجامعة بيت على طول عم بعمل ريشيرش بأكثر التقنيات حداثة، وبيت أتواصل مع رفقاتي ببريطانيا تكل ما يصير شيء اكتشاف هيك جديد يحطوني شوي بجو تحطوا بالإطار الطبيعي للتفكير. بقوا بيت رجعت على لبنان، كان بعد الحرب دايرة، كنت حارب صلي وتعلم، وكنت أكيد إنه بوحدي من هالثلاثة بدي أعرف الله. أكيد الشورت كات هي الحرب، قلت بموت بالحرب ملتقى بالله دغري، هذا أسرع طريق. أو إذا مش بالحرب بالصلاة، إذا عم صلي لازم هو يعرفني على حاله، لازم تعرف عليه بالصلاة، أو بالعلم اكتشف الله علميا، أوكي الله هو حطه بقلبي كواسيون موديو إيقال كذا، افهم الله براسي. وبهالوقت كنت جبت سيارة، كان معي رونو روز بطلع على ضحك، بس هون كانت تتلبيني يعني تطلع فيها على عندي، تطلع على المحبسة. هونيك بلشت علاقتي هيك شوي مع مار شربي، الأول شي كانت علاقة سيانتيفيك على بالكم كيف، بعدين هو حول لي إياها لعلاقة روحية. كنا نسمع بمار شربي وين ما كان، بكل بيت بلبنان في مار شربي، روحوا تشوفوا صور مار شربي. كان مار شربي كتير ضاجيج بالكنين، تعرفوا سنة 77 يعني تاني سنة من الحرب أعلنوا قداسته لمرشال بالديزة، بلشت الحرب أعلنوا قداسة مرشال بالـ77. كان كتير وضعه ضاجج بالبلد وكل العالم بيحكوا بمرشال بالـ77، تطلع على عناية. وجربت أتعرف عليه لهالديزة، شو
شو وقوده؟ ليش العالم كلها بتحكي عنه؟ شو عمل؟ رح أطلع على عناية شفت إنه ما شاف ال مش عامل شيء، كان إنجازات يعني مش كاتب ولا عامل دراسات ولا أبحاث ولا إنجازات، كان يعمل شغلتين بس يصلي ويشتغل بالحال. قولوا بالترتيب: عاش لا يبغي سواه بين شغل وصلاة. ستفكر ممكن كيف شخص إنسان مثل حكايتنا زلمة عادي عايش هون لحي هاي فرشته وهي مخطة وهي كنيسة وهي مطبخ ونروح وكان هون، ولا أنه معبر جنب شو عمل؟ كيف تحول هالشخص اللي اسمه يوسف مخلوف للديس شرب المخلوف لمتلل الكون؟ بما أنه كان عندي هاجس شو فيه تاني مال، كنت دايما أفكر بوقت الحرب إنه زمت أنا اليوم بدي أقطع على مطرح تاني شو فيه هونيك. وكنت تحس إنه مارشال بالبعد وحي كل العالم بيحكوا شف فلان حكي مع فلان ظهر مع فلان، تحسه عايش. تحس بلبنان إذا واحد قلت له مارشال بالميت تاكل قتلة، يعني مش مطروح الموضوع. وليش بلشت علاقة علمية؟ لأنه كان جسمان مارشال باللغز لقالي كان لغز علمي يعني قبل ما يكون شيء روحي. تعرفوا جسمان مارشال بالمارشال بالميت سنة 1898 وتحطوه بالكنيسة قبل ما ياخدوه يدفنوه، صار يطلع نور من بيت الإربان على راسه يضويله وجه، بعدين شلوه حطوه بالمقبرة قدام الدير، صار يطلع نور كل يوم من قبر مارشال بيل ويضوي الدنيا. وعم بحكي 1898 اوكي ما في كهرباء ضوي يعني بكون مولع نار. وكان بوقتها زمن احتلال تركي وعسكر تركي طلعوا لفوق شافوا الدير عم يضوي بالليل ما فهموا من شو، بتعرفوا ركبوا تركيبة بس يطلع ضوء أوصله طلع رصاص ينجي نطلع شو فيه. وهيك صار بس يضوي القبر بالليل أو يضرب حدا هيك تيجوا العالم يشوفوا من وين طالع النور. اكتشفوا انه طالع من قبر مارشال، فتحوا القبر طلعوا له مارشال كان بعده نايم. هو مات ليلة عيد الميلاد ب 1898 مات 24 ديسمبر، بقي شي 4-5 شهور يضوي القبر بأيار تقريبا ربيع، فتحوا المقبرة وشيلوه كان بعده انت نايم مرتاح بيقعدوه بيقعد بحرك يديه راسه ضعره مثل ما هو كانوا عن جد نايم، بس في عليه عفونة. غيروا له ثيابه لبسوه ثياب جديد حطوه بصندوق، واكتشفوا بعدين انه عم بيعرق، شوفوا نقط عرق على جبينه على ايديه جسمه عم بيعرق. بعدين صاروا ثيابه ينطلوا عرق يغيروا له اياهم يحطوا له ثياب جديد كمان يرجع يعرق فيهم يغيروا له اياهم. كانوا رهبان كتير مهضومين بهذيك الايام مش فاضيين كل وقت يغيروا له ثيابه، قال هات نعالج هالخبريه نشروه على السطح حطوه بياب عز الشمس هلال بنفسي وما نشف. شو فكروا معبى مي جوا وعم بيطلع لبرا، هات نفضي شقوه فضوا له البومون عليه كله شيلوه كله فضوه على اساس هذا يبطل يرشح وبقي يعرق شوي نقعوه بالشوفيف بركي هلا بنشف نقعوه بالكلس ما نشف معطر احترقت جلده سودت بس بقي يعني. وهلك جربوا يضبوه بالكنيسة حطوه بهم بمطرح بالكنيسة كنيسة مرمرون اليوم شوفوا فيك مثل تونال على طرف الكنيسة على الشمال حطوه هونيك وعمروا الحيط. بعد فترة شافوا الليكيد عم بيطلع من بين حجار الحيط رجعوا فكوا الحيط وطلعوه برزمال بطرك بيقول لهم بوقت أخي خلص مش تداروا حطوه وسكروا عليه وخلص. لسنة 1950 رجعت صار في هبة مارشاربيل، صار في كتير عجيب على قبر مارشاربيل بعناية، فتحوا القبر شيلوه كان كمان بعد مثل ما هو. وكانت دعوة تطويبه بهالوقت ماشي لسنة سنة ال 64 أعلنوا تطويبه بنهاية المجمع الفاتيكان الثاني 64-65 وبعدين بال 77 أعلنوا تطويبه. أنا اللي كان دوخني بمارشاربيل من جسمان حدا مات سنة 1898 بقى يرشح عرق الدم 67 سنة. إذا واحد بيعمل كالكول هذا ضد كل المبادئ العلمية. تعرفوا البريمير لوالو لترموديناميك وادو لافوازير كلوريانو سكريريانو سبات وسترانسبورج وحدا ميت عم بيطلع منه هالكمية من العرق والدم هذا اللي كيب بلازما لونه زهر من منين عم بيجو سيانتيفيك ما مش ما بتقطع. حضرت بما أنه أنا جينيس وجينيني بلاير جود بركي بحلم
بركي بلاقيش طريقة علمية بفهم ليش جسمي ما شارب اللي عم بيعرق، ما نقدر جايب هالليكيد. وعملت دراسات مهمة، درست الميتوكوندريا وكيف تحول للإنرجي وكيف تجيب الإنرجي بتحوله لكيميكلز، بس ظل ميت مش فيش له حل. يعني صعب واحد يلاقي سبب لهالموضوع إلا سبب إله. من وقتها كنت أطلع على المحبسة تقريبا كل يوم، عندي كان ريتويال خاص. النهار كنت عم الشغل، خلص شغلي روح على البيت، اهتم بمرتي وولادي، مدرس البيت، لعبهم، اهتم فيهم. وبالليل بس يبطلوا عايزيني خلص كلهم دودو احمل حالي واطلع على عمي. وبلشت هيك مع الوقت حس انه المحبسة مثل بيتي. كانت المحبسة مش مثل هلا، كانت دائما في تراب مش بلطة حجار، ما كان في هودي الارزات محطوطين. قطع برانتاز الأرزات حضرة جنابي زرعهم مع نطور المحبسة وقلبوا ما يدموخ الشام. أول أرزات تشوفهم المحبسة هلا ما كانوا، كان في شجرتين حور. وفوت كنت نام بودة فرش كاربي، حط نام على الفرشة تبعيته وحط راسي على الحطبة مثل ما كان بودة. مش هو الموجودين هلا، هو الموجودين هلا شويهم، كان في غيره. وجرب حس شو كان عم بعيش، بقعد على بالليل تبعيته ونايم، اطلع بالسقف حولي ونايم على فرشته وحط راسي على خده، روح صلي شوي بالشبال مطرح ما كان يصلي. تجرب شم والمس وعيش الاطار اللي كان هو عم بعيش فيه. وبيت هيك وقت طويل، اطلع على عناية كان عندي مثل هيك ريتويال خاص. انا كنت احب نايم على ظهري وافتح ايدي واتفرج على السما انا وصغير، كان عمري أول ميموار لألي من 4-5 سنين. كنت أحب أطلع على السطح، نايم على ظهري، أفتح إيدي وتفرج عندي. تعرف الولد أو شيء ما بيعرف شو النجوم، يفكر شيء نقطة هيك معلقة بالسقف شيء مطرح. صرت كل ما أكبر كل ما أفهم نجوم أكثر شو. وعندي غرام بمنظر السماء، لازم تجربوه، لازم تجربوه وعملوه شيء مرة بالصيفية. نايم على ظهري، أفتح إيدي وسحاب بنجوم. وإذا درست كوزمولوجي ستعرف النجم شو هي وكيفية، بتعرفهم بالأسماء، ستعرف النجوم بالأسماء تبني عليها أنت وياه، ستحس نجوم أصحابك. وهي اليوم النجم يعني هاي بتبين بكرة بنيسان، وعليها بسبتمبر بصير في غير نجم، الكونستيلاسيون بتغير. وصلوا منظر السماء بالليل شيء كثير حلو إذا واحد بده يبلش يتحضر ليصلي. بس تنام تتفرج على الكون هيك وعلى النجوم بالليل، وتصير قابلتك على الصلاة أحسن، تعرف أكثر مع مين عم تتعاطى. لأن أيام نعمل كثير خشبوشيات مع الله، بس نفكر أنه حو حد وحط إيدي على كتفه وتبص له عشوائي، نخسر شوي قيمة حجم الله. سو كنت أعمل سحبة هيك، نام على ظهري، أتفرج على السماء، روق، زي ما بقول جوفي لوفيد، ونفضي مخي، ونطالع من الساحل في عجقة براسي. جرب فضيهم قبل ما بلش يصلي، بحب اقعد اكتب كلمات ورسم مشغول بشدش. من بعدها كنت اجيب شمع، ضوي الشمعات، افتح الانجيل واقرا ضوي الشمع. ما كان في بوقت كهرباء مثل هلا، ما في كهرباء، بس بوقت ما كان في كهرباء لان ما كان في لمبات وميت. هلا ما في كهرباء لانه بلد منزوع. سو كنت كل يوم اقرا مقطع من الانجيل واتامل فيه، صلي بس خلص انزل على البيت. أيام كنت أقعد نص ساعة، أيام أقعد 4 ساعات حسب نشاط. صوبيت هيك من سنة 85 ل94، من 10 سنين. بطلع ولج زيت السؤال، كنت روح صلي أرى الإنجيل، أعمل مديتاسيون على الإنجيل أرى وارجع على البيت. أنا وراجع كنت كل مرة أوقف زيت المطرح، أنا ونازل هيك أبرم أطلع بالمحبسة بقولوا لما شاربي اللي انت بهديك القاطع تعرف الحقيقة، بس مسكني طرف الخيط بدي اعرف هونيك شو فيه وفل ونت خير. وعنو 10 سنين له زيت الخبرية، كل ما فل بقولوا لما شاربي زيت شي انت بتعرف الحقيقة وانت بهديك القاطع مسكني طرف الخيط بدي اعرف شو فيه هونيك وامشي. كان عندي هيشيز
خاصة بأيام الحرب، بس واحد يحس إنه ما بيعرف أي ساعة، بين لحظة ولحظة بيروح، مخيز مت اليوم أنا بكرة وين؟ بس مت اليوم وفت قدام ربنا بدي يحسبني. تعرفوا شو هالفكرة مرعبة؟ وأكثر شيء كنت خاف مثل الوزنات بدينو فان بكتروفين كاتوز، واتصارت مع الإكسبرينس كانت عم بقرأ مثل الوزنات. يعني بديك الوقت بعشرة تشرين تاني أربعة وصعين طلعت على عناية كل يوم، كنت ساكن بأدونيس، طلع لمرتي باي وطلعت على عناية، كانت كتير ساعة وبرد مثل هالي وشتة، وتعرفوا عناية الشتة أنشي بورتار ساعة تبعيتها كتير قاسي. طلعت على عناية مثل كل يوم، أخذ معي شمعاتي كتاب الإنجيل كبريتة تولع، وعملت نفس الريتويال، نام على ظهري بفرج على السماء، كان بهذيك الليلة كانت صاحية وبلشت صلي. وأنا كنت أمشي بالكتاب بشكل هيك سيكونسيال، كل يوم أقرأ مقطع. بوقتها سيئة مثل الوزنات بمتى 25، هذا المثل يلي على طول كنت خاف منه. قريت المثل وكي شفنا ربنا إنه عطى واحد خمس وزنات، واحد عطى وزنتين، واحد عطى وزنة. طبعا الخمس وزنات شغالوا انه برافو عليك وفي فرح سيدة، اللي عمل وزنتين كمان شغالوا انه برافو عليك يا لك من عبد صالح ادخل فرح سيدة. هيداك الثالث قال له خفت منك وفزعت وبعرفك انه انت سيد وقاسي، راح اطميطه، قال له يا لك من عبد كسلان هيك روح لهونيك. هيدي الفكره انا بترعبني، هي زمت اليوم طلعت وقفت قدام رب اليوم وبلش يقول لي بركي انا اطمم لي شي وزن، بيقول لي يا لك من عبد كسلان روح على هيدي النار المعدة لكم قبل إنشاء العالم. مش فكرة حلوة، هون على الأرض عم نتعذب ونحارب ونقوص ونوجع، في كل شيء، وفي فرح وفي سلام وفي موت وفي وجع وفي مرض، كل هودن نعيشهم. تخيل توصل قدام الله يقول لك حبوب مش ضابطة معك، تخيلوا نكون أكلناها هون هونيك يعني. وكدائما فكر شو لازم أعمل، شو هني وزنات، يعني معي خمس وزنات، معي اثنين، معي واحدة، عم بعمل لازم أعمله. كثير صعب واحد يعمل هذا الفحص ويجي جواب إنه لا برافو عليك عم تعمل العلاج تك نوزة سمت. هلا وصلت قدام الرب رح يقلك أهلا وسهلا فيك. برفة خطى الإنجيل قريت المقطع من الإنجيل، كنت مضوي الشمعات قدامك، حطيك خمس شمعات بشكل صليب بقرب الإنجيل عبون وواكع بقرب. كانت بالليل مشيت من البيت أنا شي 9:30 10 بلاف، وصلت على عناية 10:30 11 مش عم طلع بالساعة كل وقت بس نوايا التقديرها، وطلعت ماشي من الدار على المحبسة تقريبا وصلت لفوش 11 وبلشت تصلي وريد الجيل شي ساعة. وبعدين كنت تريك يا عم طلع بالشمعات بقرأ الجيلي ومتلج بردان شوي، طلع هيك نسمة فاترة برمت هيك حولي تفيد، تخيلك شو حلو بدفع جسمي، قال شو حلو بدفع. بس عقلتي شغل بالي كان صار لي 10 سنين بيجي لهون، وعشر سنين الصراع مع السقع برد، صرت فكر خي انه هالنسمة السخنة منين جاي. انا عم فكر فيها صار تقوم بظرف دقيقة دقيقتين، صار في هوا كتير سخن وكتير قوي طير كل شيء سخن جبرت اشلح كنز مثل قميص كمان شلته بيت بس بالفلانين، وعم بكدني العرق كان الهواء سخن وهو عم بينفخ عم بيطير كل شيء. كان في لكم شاشة حور قدامي ووراي ورق الحور عم بيطير، وبتعرفوا الحور بالليل الهواء كيف يصير خشخش، وطلع هيك التراب حولي عم بيطير. صرت اطلع هيك أنا بعناية الحرارة يمكن 40 وهو سخن مطير الدنيا كلها، وشغلت الفيزيك نيوكلير شو عم بيصير، ويجيني أفكار بتضحك يعني مش مقتنع فيها، بس هاي الأفكار يجت على رأسي. أول شيء فكرت بالديبريسيون أتموسفيريك، أكيد في ديبريسيون أتموسفيريك، شي مطرح صار في منخفض جوي كتير قوي ومرتفع جوي قطعنا الهواء السخن لعنا، بس هي عادة بعناية بصير بالقلب يعني ما بيجي الهواء السخن على عناية، بيجي الهواء البارد شلناه.
هذيك الايام كان صدام حسين مشتاح الكويت مولع كل شيء في ابار نفط 3000 بير نفط عم يولعوا خيبر كي هولي عميه حراره وجايين صوبين. فتعرفوا كمان اخذت الديركسيون دو فان طلعت مش من العراق جاي من طرح ثاني لكان مش ابار صدام حسين. بيجيني افكار هيك معه صرت عم شغل راسي لو في مستار قدامي مش عم بفهمه صار يجيني افكار سطلنه يعني بس انه هي اخر فكره كانت انه خيانة محرور هذا الهواء عادي مسقع وانا محرور عم بحس بهالحراره كمان هيدي مش لوجيك ميديكال مال انا محرور بيبرد ما بيشوي دخلت ابو الريم خلص هيك شغل راسك كفي الصلاه وبعدين بنشوف شو بنعمل بس بهالوقت الهواء عم بيعصف يعني حراره ونار اذا انا محرور هلا عم بحس بهذا الهواء السخن بس ما حاسه حالي منيح ونشيط وراسي تمام اكلت الشوك بس طلعت الشمعات قدامي شفت الفلام تبع الشمعات مش عم يتحرك شنو مش عم يتحرك جنبي مثل لمبه الكهرباء هو عم يطير الدنيا كلها وشمعات واقفين وقتها شكيت بعقلاتي زقوا شو صار معهم بركي على السقعه بركي طلع بالشمعات شوف الفلام جنبي طلع بالهواء مطير الدنيا كلها انا رح اوقع يعني الشمعه مش عم تهز بتشوف اللي يعمل رح امسك الفلام مد ايدي وبمسك الشعله بشوف شو قصتها يا اخي ليه ما عم تهز جامده قاسيه اذا لقطتها هلا شو بحس شيء ريجيد ولا بتفوت ايدي بالنار بدي امسكها ولا شوف ليه جامده سو اخر شيء بتذكره كنت راكي هيك شريك صديقي عم طلع للشمعه وقررت مد ايدي لامسك الفلام تبع الشمعه قبل ما اتحرك بعدني بهالبوزيسيون صرت بغير عالم وقفوا كل حواسي فجأة ما عاد عم بسمع ولا عم شم ولا عم حس بجسمي ما عاد عم حس حالي إذا واقف راكع مشوب بردان خلص ما عاد حس بجسمي صار في هيك كلمة وسلو رائع طبعا كان في عجوز كان في صوت هواء وشجر وكلاب عم يعو ووية وصوت الليل شوي كلمة بسلو هذا كلمة بسلو بالعلم مش موجود يعني صفر ما في حتى بريدو فو ما في كالم كالم على الاخر والحلو بهذا الموضوع كله انه حسيت حالي شفت حالي غرقان بقلب نور ما بينوصف ما بينوصف ولا حلو صار لي هلا حصل لي 29 سنه مرت الاكسبيرينس وصرت حكي هالقصة الوف المرات كل مره بجرب لاقي طريقه اشرح للناس شو هو هذا النور صعب أو شيء بسميه نور بس هو مش نور بس لأنه أنا أقرب شيء شو بدي ما بتفيني لقيله اسم تاني يعني ما في مصطلح لقيله بتعرفوا نحن طلعنا نحكي مع بعضنا في مصطلحات إذا قلتلكم هلأ أحمر بتعرفوا شو الأحمر أزرق بتعرفوا شو الأزرق في مصطلح بنسميه من هذا أحمر هذا أزرق إذا واحد شايف شيء ما فيش مصطلح شو بيسمي لكم إذا قلتلك شفت لون سي كونفليش فيك كوي فكرة شو سي كونفليش بقول لك تعال شوف خي بس تشوفه متفق انه هذا اسمه سي كونفليش بصير مره تانية بقول لك سي كونفليش تفهم شو عم بقول سو مش نور شيء اقوى من النور بكثير يعني زاد النور اذا بتحط الشمس فيه عم بحكي بصدق بجديه اذا بتحط الشمس بهذا النور بتبين قد الشمع في بويسانس مش طبيعيه قد الشمس عمليارات المرات بس مش من ماتيار النور تبع الشمس يعني ما انه سورس دو فو بتعرفوا كل ضوء كل نور جاي من سورس دفو هيدا لا مش ما عنده سورس يعني مش جاي من مطرح عم بيضوي من مطرح وطالع من قلب شيء حامي نور قد نور الشمس بيكون عمليارات المرات بالبيسانس تبعيته بس ما في حرارة ما بيحرق وما بيوجع العينين ما بيبهرني يعني فيك طلع قاعد بقلبه 100 سنة وبتقعد تتأمل فيه وتضلك مبسوط ما بيأذي العينين رغم كل القوة وما بيحرق ما فيش حرارة كثير كثير ناعم وكثير سلس وكثير ترانسبران لونه مثل لون الكريستال يعني مثل كيف عم تطلع بهيدا الماي مثل الكريستال وأصفى يعني كثير صافي بريف هالقد فيني اشرح لانه ما فينا نقول لكم غير ما واحد يروح يشوفه بيعرف عن شو عم بحكي نور ما بيعمل خيالات يعني مش انه نور قاعد هون وبتشوف خيال قطع النور في اوبستاكل ما قدر اقطع فيه عرم الخيال تاني مال بحسه بيقطع بكل شيء يعني مش انه فيش اوبستاكل بوجهه سو مش هيك عم بقول لكم مش نور شيء غير بريف بهالوقت حسيت ببريزانس في حدا موجود مش هيك شعور
بس في حدا حسيت بحضور، في حدا أول شيء حكيت مع حالي، يعني بدي أحكي أنا بيني وبين حالي قلت أنا عم بحلم، بيقوم بجاوبني لا أنا عم بحلم، وكان جوابه لي أضرب من النور، عم بيحكيني بلا حكي، بيحكيني بلا بدون كلمات بدون صوت بدون لغة، طريقة كتير غريبة كتير واضحة، ما حكيني عربي ولا فرنسي ولا إنجليزي ولا استعمل كلمات ولا سمعت صوت، بس كان كتير واضح حاليا مش عم تحلم. قعدت تفكر قلت أنا مش واعي يعني. قال لي هلأ أنت واعي، بحياتك ما كنت واعي قد ما أنت واعي يعني. كمان بزيت طريقة بيحكي بلا حكي من كلمات من صوت ولا لغة، بس كتير واضح يعني أوضح من ما أنا عم أحكيك. بس تفكر إجا على مخي ألف سؤال، صار مخي مثل التوربين عم يبقى، ستفكر أنا وين شو عم بيصير، هذا النور مين، عشوية ستفكر أنا مين، ضيعت كل الريفرانسات، معش في ريفرانس اتكل عليها تفكر حل احذر شو عم بيصير. بس كان عندي سؤال مركزي يعني أنت مين؟ مين 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 عم بيحكيني هذا شو؟ وإما عرفني على حاله، بس عرفني على حاله بدون ما يقول اسمه بدون ما يفرجيني وجهه، عرفني على حاله بحاله، حسسني ولمسني هو مين بدون ما يقول لي أنا، بس سألته أنت مين، حسيت في شيء غريب بك عم يجتاح بيسكن فيي يعني. عم بيحتلني شيء ما فيني أقول شعور، شيء خلاني حس بشعور كبير، بس شيء اجتاحني عباني، صرت عم حس بشعور ما بين وسط، هو خليط من سلام عجيب غريب، فرح ما بين وسط، عاطفة مش طبيعية، محبة بحس هيك بلا حدود، شعور بحس وحس فيه إنسان خلص بتعمشق فيه معش بده يفلت، وهيك كنت حاسس، حسيت عن جد بفرح غريب، وأكتر شيء كان في كتير سلام، كتير محبة وعاطفة وحنان، وهو غريبة. وقال لي هيدا أنا، هيك عرف عن حالي، قلت لي هيدا أنا، عرفتوا أنتم مين، هيدا أنا محب، بس واحد كده أنا ما فيكم كتير أكيد، بس قلت لي هيدا أنا، حسيت كان حدا بعرفه من شي مليار سنة، وكانوا بيعرفني من شي 10 مليارات سنة، كانوا حدا عايشين نحن وياك، بس قال لي هيدا أنا، حسيت هيك بالدفى والحنان والعاطفة والفرح والسلام، وكانوا حدا بعرفه كتير منيح، مع أنه ما فهمت شي. ضيف بعد وقت راح مني، قلت حالي بعد مطرحي متلج من البرد، عتمت الدنيا، وقت بلشت بالصلاة كان في نص قمر مضوى شوي، بعدين اختفى القمر، طلعت الشمعات كانوا جيبوا صاروا مسحة، طلعت بساعتي كانت 3:35 دقيقة الصبح، فاكتشفت من وراء 4 ساعات وشوي ما حسيت فيهم، كانوا ثانية وحدة ما حسيتهم، كانوا بس غمضت عيني فتحت، وحسيت صار في شيء جوا ما فهمت شيء يعني، حسيت انه انا مش من جوا والعان، وحاسس في شيء تغير مثل كانوا حدا عامل فيه داونلود، وكتير كتير مبسوط، وكنت كتير حزين انه ما بدي يقفل قبل ما يروح النور، وقلت لي هيدا انا، صرت افكر انه خلص هيها خليك فيه ما عادش بدي شيء هون تمام اوعى تروح، صار كل همي نضل مثل ما نحن، صدقني بين حالي قال له خي ما تروح، بس بتروح خذني معك، ما قال لي لا انا كل الوقت وين ما كان، قال لي انا كل الوقت وين ما كان، وراح. هلا من مال بعد والفرح جواتي، بعد حس حالي كثير مبسوط وفرحان وعندي سلام كثير، وبحس بمحبه وبعاطفه وبقوه كله، وبصراحه انه زعلت لانه فل، فكر انه بركي لو رحنا معه كان احسن من التعقيد اللي كنا عايشين، وحملت حالي رجعت ضبيت اغراضي الشمعة والمنجيل والكبريتي والكيس، وحملت الكيس ونازل على البيت، وما فيني خبركم مخي كيف عم يغلي، شو صار، مين الحكاني، ليش عم حس هيك، وجاي حس حالي عن جد كان نازل جديد على الكوكب، كانوا اول يوم لقالي على كوكب الارض، شوف الشجر جديد، دنيا جديدة، الارض جديدة، انا جديد، عن جد كان واحد خلق عن جديد،
صوت ماشي هيك عم بيعمل هيك جابريسي كل شيء عم شوفه، كأنه كيف الولد هيك بس يطلع بصير يندهش بشغلات جديدة. هم أنا ونزل على الطريق صرت أحس في شيء على إيدي هون، بريسيون خفيفة وشوية حرارة. ما ركزت عيدي بالمرة، عم فكر كل الوقت باللي صار، عم برجع عيد الفيلم وكيف طلعت لهون وبلشت صلي والهواء السخن والشمعات والنور والشعور، عم برجع عيدهم براسي وفكر فيهم. بالوقت كان في شيء عم بيكروج من إيدي وعم بيلزق لي ثيابي على زندي. لو وصلت على السيارة تخيلت أشوف شو فيه على إيدي، شلحت كنستي عليت كم قميص، شفت فيه خمس صبية محفورين عيدي هون عم بينزلوا دم ومي وملزقين لتيابي على. صرت دس الصبية هيك ما مش عم بحس بشيء، دس هالميل هون ما في شيء بس عم بحس هون هون مثل بعضهم لأنه هون في دم مي في محفور. رجعت لي الفكرة الغبية الأولانية هي عم هلوس، هذا مش موجود شيء هون وأنا عم شوف شغلات مش ضابطة لأنه مخي عم يشتغل بالغلط. المهم طلع بالسيارة ووصلت على البيت مثل العادة، فوت على البيت ضوي الضوء طوع عمرت علي عادة ما كانت تنتبه عشي ممكن تقلي جيت إلا جيت نعم وبديك لي ضويت الضوء طلعت فيها تلي جيت قلت لها ايه فبرزعت عيني هي قلت لي شو بك شو بني قلت لي مبيع شكلك غريب انت شو في غير هيك ابيض وعينيك مبرزقين حسيتني كان شايف شي شوفي طلعت عبري خبري خبري واهلي المهم امتى متخت وجت على الكوريدور العام قلت لها بدي فرجيك شيء وفرجيتها ايدي ارتخوا ركابها لقيت على الحيط وصلت تدعى وجهها قالت لي مين هاي قلت لها شايفه ايدي هون شو انت مش شايفها ايه اكيد شايفه على بوقت ارتحت لانه حسيت انه اوكي مش عم بهلوس حدا تاني شيء مهم هي كمان هيك عطيبة قلبه وقلبي ومش فاهمين شيء صارت تجيب قطن ديزانفكتا واخبار تعمل تريتمان على اساس انه في شيء جرح ومي ودم تحط لبخات تشيل لبخات وجوينا الدنيا قلت لي شو صار مشي طلعت عناية مثل العادة شفت نور عجيب غريب صار في تخاطب مع حدا وطلعت عليه معي شو بدي خبرها ما كنت فاهمين شيء اصلا. وعدنا بالبيت كان يوم أربع عشية عد خميس جمعة سبت شفت شوي من أصحابي وعد فكر بالآخر حدا قال لي خير روح شوف حدا من الكنيسة حدا يقول لك شو صاير. رحت على مطران بيروت كان مطران خليل أبي نادر الله يرحمه كان هو مدير الحكمة ما كنت أنا بمدرسة الحكمة بيعرفني منيح بس رحت خبرته وفرجيته إياها هيك دهش شو هاي بموالي اللي يعني ما فيني يفيدك بشيء انا بروح كفي صلي وشوف ربنا شو بده منك كله ماشي. اكلت اول فاسه بفكر انه بده يعطيني جواب. ثاني يوم كان لاحد طلعت على عناية شفت لابتوما مهنا هو رئيس الدير فتت لعنده على المكتب قلت له ابونا فيني اشوفك تكي قال لي طلع من المكتب قلت له بدي فرجيك شيء قال لي شو في فرجيته ابتسم هيك ضحك بشكل كثير بريء قال لي مارشارب اللي بيعملهم هون ما استغرب عايش بالدير شايف كثير عجايب ما استغرب قال لي شو صار معك خبرته قال لي شوف شو بده منك ماشي. من بعدها بعثني البونا الرئيس عند مطران شبيل كان مطران راعي البطرك حاليا رحت لعند مطران خبرته شو صار كان قبل بكم شهر الست نهاد الشامي صاير معه عمل له عملية ومقطب له الجرح شال لي علبة صغيرة فتحها اللي بتعرف شو كل شو اللي هو خيطاني اللي قطب لما شارب الفيون جرح على نهاد الشام اللي شو عم بيصير والله يا سيد ما بعرف قال لي اوكي في بروسس بدنا نطلبه منك يعني بالعملية بدك تجيب لنا رابورات طبية عن هاي العلامة وبدنا رابور من سيكولوج عن حالتك النفسية وبدنا نعمل صلاة نحن وياك لنشوف اذا هيدي من ربنا ولا من شيء ثاني قال له بأمرك طبعا كان عندي مشوار مع الأطباء بضحك شفت كثير اطباء ما يفهموا ما يعطوني رابورات شو بدي اكتب لك شو عرفني لا في طبيبين قرروا يعطوني رابورات جبت الريبوس طلع برابور هذا بلولور توازيام دوغري بروفوند بس اتيولوجي نو ديتيرميني اللي ما بيعرفوا من شو بتعرفوا الحلقه هذا بيكون يا شيميك يا الكتريك يا ترميك وهذا مش شيميك مش الكتريك مش ترميك شو ما بيعرفوا وبيعمل سيكاتريزاسيون كثير سريع شوفوه بريلو 3 ام دي بريت طلع في بعد 4 ايام ما في شيء
بس في أثار صليبي. وشفنا الرابورات الشباب قال أوكي يلا يهوي شو بصير معك تبغى خبرنا. بالوقت كان في جروب أصحابي سنروح نصلي. نروح كنا كل سبت نعمل مارش ونصلي بالحال. نعمل مارش بالبرية في ليل المارش نصلي. هون يوم كنا السبت مشغولين قلنا نروح الجمعة عشية. طلعنا الجمعة عشية صلينا بعناية. كانت ليلة إكسبسيونال. حسينا شيء كثير غريب. مرة نطلع كل جمعة. والله هاي الجمعة بتملى حالي عشناها. ماشي 4-5 ساعات صلاة. فتحت قلوبنا يعني. فتح عقولنا. حسينا في شيء غريب صار هذيك الليلة. حلنا لازم كل جمعة نجي نعيشها. صرنا نطلع كل جمعة. طلعنا أول جمعة كنا شي 5-6. ثاني جمعة كل واحد جيب معه 5-6. ثالث جمعة كل واحد نتع معه 10-12. يعني بشهرين ثلاثة صار في شي 1000 شخص بعنا يعني. مش بسمع الجمعة. طلع كاهن بير مكرم مزح يرحمه أبونا حنا خوان الحبيس الحالي. وصار يقدسونا الهد. طب يا معنى صار ما عمل قدس. زين عم بيجوا العالم. صرنا نقدس وصارت ماشي الجمعة وبعد لهلأ. 29 سنة لهلأ كل يوم جمعة شي نقدس بس أكيد صار تطور. صار نعمل تعليم بعدين قدس مع المسيرة وصار المسحة. بعدين صار في جروب اسمه عائلة ماشارب البوديرز. صار نوع من الرهبنة اللي يفوت عليه الواحد يعمل فورماسيون وبعدين في عنده مود ذي اللي يعيش فيه. وصار تتطور مع الأمور. بهالوقت أنا كنت مدير شركة هون شركة سويدية. حسيت رجعت مهندس. بس صارت معي ما عادش أعرف أشتغل صراحة ما عادش تلاقي حالي لا بالهندسة ولا بالتجارة ولا بالبيع ولا بالشراء. وخلص أنا من وقت هذيك الليلة نازل من عناية وجواتي في فك أنه وعد أو عهد وخلص بدي كرس حياتي لهالنور ما بدي أعمل شيء. بازلت أدام ساعتي بالشغل تركت كل الأنشطة السياسية والأمنية والاجتماعية والتجارية والثقافية والبتكونية. قلت خلص بدي أتفرغ لخدمة هالنور. بس بدنا نشتغل وعندي عائلة كانت 3 أولاد ومرتي. رحت تفتش على شغل. تعرفوا هون بس واحد يقراهم هلا بعد 29 سنة بصير يفهم كيف الأمور صارت. خبرين مش كثير بيعرفوها بخبركم اياها. عم فتش على شغل صرت أقدم السيفي تبعي على شركات. بس صور شوفوا بالسيفي وكان كنت بشلومبرجي فيريني كريان ما أنا حطوه يعني. حطوه بمعمل ما بيمشي الحال حرام يعني. فرحت بوقت تعرفت على خيي نعمة فرام. كانوا بالإندافكو أيام بي والله يرحمه جوز فريم ما أدري مع الإندافكو مثل كل الشركات. قال لي نعمة حبيبي وين بنحطك؟ بلانت مانجر مدير معمل. قلت له مثل بدك خيم نطلع قرشين تعيش عائلتي مش فريني معي. وحطت بالأبليكيشن طبعا عندي شرطين. أول شيء ما بسافر بدي أشتغل بلبنان وعكس السير. ثاني شيء أنا الجمعة عشية لو المعمل عم بيحترق ما بيجي كون الجمعة بعناية. قال لي ليك انت اصبط شيء احنا عم نفتش على مدير التالي اليمين. هو كان عضو بمجلس دار التالي اليمين. شو رأيك؟ مش خاطر الفكرة براسي بالمرة. شو التالي اليمين يا اخي؟ هونيك واحد بيأكل تراب يعني شو التالي اليمين؟ ما فينا عايش عائلة من وراه. التالي اليمين كان بوقتها عمود وانتان وكاميرا وبتبص على الدورة. رأيك؟ قلت له بفضل اشتغل شغل. شو بيشغل؟ حملت حالي فلات وناطر أجل. هون يوم بدأ نعمل بيقول لي وينك؟ قلت له عرون بوين الكسليك. قال لي مطرحك صف بأرضك وطلع على البناية اللي عرون. وصفيت وطلعت على البناية. كان مجلس إدارة اليوميان مجتمع هونيك. كان الأخ نور وجاك كلاسي نعمة فريم وجورج معوض ورولا وسنة نصار. مجلس إدارة اليوميان. وعم يفتشوا على مدير تنفيذي للمحطة. الأخ نور معش فيه يقوم فيه. ونعمة وجورج كنت أنا مقدم طلبات عندهم أنا هذا ريمون حفر وتنزيل. واجتمعوا كلهم يقولوا لي بدنا نحطك بالتلميات يا شباب يا دوروني فيه خليني اشتغل مهندس مثل العالم طلع قرشين. والتلميات بعطيها شغل ببلاش ما بدي ياخذ مصاري من التلميات بعملها برات شغل بدنا نعيش يا جماعة. بقيم الأخ نور اللي خيبلش معنا لكنت لي شغل بتفل بتقول له ماشي. قمت بلشت التلميات شو بقعد بشيل وقلعت وصارت المحطة تكبر وزدنا الإلكترات صارت عم تغطي كل لبنان وبلش عنا طموح نطلع على الساتليت نغطي الكرة الأرضية. ولقيت إنه شغلة منيحة والله حتى لو ما فيها مصاري عم نعيش مشحرين
بس حسيت خلص عندي رغبة جواتي إنه في كل الكرة الأرضية كل إنسان على وجه الأرض يتعرف على يسوع، لأن هذه الوسيلة اللي ربنا حطني فيها. ليش لا؟ خلص حطيت كل جهدي هون. بعد كم سنة صارت الميار على ساتليت، بنبص على 9 ساتليتات بنغطي الكرة الأرضية وصرت أتطور وصرت مبسوط إنه عظيم. قال لي الناس يحضروا تعرفوا على يسوع، خاصة بعرف إنه نحن هذه المحطة المسيحية كانت الأولى اللي عم تحكي عربي وعم تغطي الدول العربية. مين بده يبشر العرب والإسلام غير المسيح اللي بيحكي عربي؟ قلت هذه والله أحلى شغل وبيت مكفي بتلبي. بالوقت أسسنا عائلتنا الشربي وصار الجروب يكبر، صار بده حدا يهتم فيه وقت طويل، صار فيه كثير بعائلتنا الشربي فول تايمرز، بده ناس متفرغين. ومن بعد أسسنا الحركة هون، لبنان الرسالة، لبنان مساج، أسسناها بال 2007 على أثر زيارة البابا يوحنا بوستان على لبنان بال 97. قال لبنان أكثر من وطن، لبنان رسالة. وأنا هيك الشأن الوطني عندي كثير بيعني لي. قمنا أسسنا الحركة مع سيدنا مطران الراعي، كان وقت مطران كان يجي يقعد هون. وقلعنا، كان الهدف تبعها هي تنقية الذاكرة والمصالحة بين المتقاتلين، أول شيء المسيحيين مع بعضهم بعدين المسيحيين مع المسلمين. عملنا أول خطوة كانت رائعة وأثمرت لحد معين، كنا نتمنى تروح بعد هيك. بلشنا نصالح القوات والتيار، بعدين فتحنا على كل الجامعات هون بالصالة اللي شفتوها من شوي، كانوا يجوا من كل الأحزاب من كل الأديان نجتمع هون مشان نبلور فكرة لبنان الرسالة. وبيت اشتغل تيري لوميير لبنان رسالة عائلتنا الشامبي. وبعد بالوقت من بعد أول اختبار ب 10/20/94 ب 15 تموز 95 كنا عم نصلي بالمحبسة بعناية، وكانت طريقة بلشت تطلع عن ويو عائلتنا الشامبي. صار معي ذات الإكسبرينس بالمحبس، إنه كنا من المحبسة عم نصلي وعم نقدس، كان أبونا حنا خوان وأبونا مكرم مزح عم يحتفلوا بالقداس ومعنا مجموعة كهنة كمان، وصارت الاكسبيرينس بالقداس. وانا بالقداس غرقت بالنور والحضور ورجعت العلامة عن جديد وصارت نزل دم وماي كمان شي 3-4 ايام وعملنا زيت البروسيس. وقت ابونا توم مهنا حكيته كان بعده هو رئيس الدير، نزلت لعنده بس صارت الاكسبيرينس، نزلت لعنده قلت له ابونا رجعت العلامة عن جديد ألف مرة تانية، قلت له ايه تطويلة؟ قال لك شو بده؟ قلت له لا، قال لي ممكن تفهم عربي، ضلك صمت. ثالث مرة كمان وقت كنا عم نصلي بالمحبس وعم يحتفل بالقداس لأبونا، ووقتها أطلقت علينا اسم عائلة مارشاربي. كان أبونا حنا خوان عم يقدس، فالمارشاربي اللي بوقت كان على الأرض ما عمل عائلة، هلا هو بالسماء عم بيعمل عائلة، وهي عائلة مارشاربي. كان فيها من عمر سنة لعمر 90 كلنا قاعدين بالمحبس وعم نقدس، شفنا عائلة، سمينا عائلة، مشيت عائلة مارشاربي. سو من وقتها لهلا صرت عايش الاكسبيرينس اكثر من 50 مره، كل مره بعيش نفس الاكسبيرينس، يعني بشوف زيت النور وزيت الحضور ترجع العيله تتجدد تنزل دم المي. اول مرتين ثلاثه كانت تلفزيونات وصحافه ومجلات وجرايد واخبار، بعدين خلص خبرنا بدنا نخبره ورحنا على الشغل. هلا الشغل الاساسي تبعنا هو بقلب عائله مشارب لتنوصل خبرتنا الروحية لكل الناس بالعالم. صرت بين الكرة الأرضية بركز 6-7 مرات، زور كتير بلدان تنوصلهم مساج واحد. رح أختصره بس بكم كلمة وبعدين نترك مجال لأخذوا العطب، كان أحسن إذا بتسأل واسئلة. توصلهم ورا بعضهم مساج، أول شيء اللي عنده شك بحضور الله يعيد حساباته إنه والله موجود، هو خالق الكون، هو ضابط الكل وعارف حاله شو عم بيعمل وخلق الكون وعنده مشروع. هاي أول شغلة. ولا البدو ديمونستراسيون سيانتيفيك أنا جاهز، صار عنا كل الأبحاث العلمية الكافية تثبت إنه الله موجود. ونشكر الله على نعمة العلم لأنه هلا كل النظريات العلمية الجديدة كونفيرم إيماننا. جايين خبط لازق، اللي بدو نعملكم هلا ساعات بدكم سيسيون علمية عن حضور الله. الشغل الثاني، يسوع المسيح حقيقي ابن الله جسد على الارض وعيش بيناتنا، دخل التاريخ، دخل بالتاريخنا وبالعالمنا وبالحياتنا وبالطبيعتنا وعطانا المساج وصلب ومات وقام. الشغل الثالثة الاربان، هاي الحزورة الكبرى، الاربان هو يسوع، الاربان حقيقة هو
جسد يسوع المسيح. دربان أكبر من أي إمبلي نووية. هذا حضور الله. بحزن كثير لخفة تعاطينا من دربان. لأنه نحن بشر وضعاف وما كثير نستوعب. بس إنه هو هيك. يلي صنع مرشربي، يلي صنع كل القديسين هو دربان. شو كان يعمل مرشربي بحياته؟ يشرب الحالة، يصلي، يقدس، يسجد للدربان كل النهار. القوة اللي بدربان عملت من شرب المخلوف الإنسان اللي مثلنا لحم ودم، عملت منه قديس، أخذ الألوهية من الإربان. الإربان طيعطينا هالألوهية. شو المساج؟ مساج أنه كل إنسان على وجه الأرض عنده invitation لملكوت الله. خلقك وعطاك invitation، شرف لعندي، عندك مرحلة على الأرض بتعيشها، وبعدين أهلا وسهلا فيك، عمل لك وليمة، تاخد عالم مطرحك معي هون بملكوت. أنا البي، أنتوا العيلة، خلقتكم تتجوا تعيشوا معي بحياة أبدية. بس بما أنه الله بي وبيحترم حاله وبيحترمنا، بده يكون هيدا choice، مش بالقوة أنا خلقتك وغصبا عنك تجي لعندي. تعرف بالمحبة ما في إكراه، بيقولك ربنا أنا بعطيك هالخيار أنك تختار بعقلك الواعي بإرادتك أنك تجي تعيش معي بحياة أبدية فيها الحياة الألوهية. إذا بتحب تلبي النداء، تلبي الدعوة، أهلا وسهلا فيك، أنا خلقتك مشان هيك. وإذا لا أنت حر، رح كون كثير زعلان يعني، بس إنه خلقتك تتعيش معي. صار الإنسان عمليا كائن خلقه الله بفايد محبته. بتعرف المحبة بتخلق، إذا واحد بيحب الموسيقى بيخلق موسيقى، واحد بيحب البينتور بيخلق لوحات، واحد بيحب النحت بيخلق تماثيل، الحب بيخلق. فنحن من فايت حب الله خلقنا أبناء لأله، وخلقنا مش تنموت. تعرفوا في بالنشيد لنشيد جملة كتير حلوة، إنه الحب أقوى من الموت. بس تحب حدا ما بتخليه يموت إذا بتقدر. إذا بتحب حدا بتحسه إنه ما بيموت، ما هيك؟ الحب أقوى من الموت. إذا أنا بحب حدا بدي أمنعه يموت، بس أنا ما فيي، معطل إنسان أنا، بس الله بيقدر. الله إذا بحب حدا فيه ما يخليه يموت. بما أنه الله بحبنا ما رح يخلينا نموت. عشان هيك الإنسان معمول للحياة الأبدية، مش معمول ليموت. بيموت شقفة منا يعني، هيدا الجبل اللي شايفينها برا هاي بتموت، بس أنا ما بموت. الله عملنا كائنات أبدية للحياة الأبدية. بس أنت بدك تختار وين بدك تكون بحياتك الأبدية. قلت له أنا بختارك يا رب، بقول لك أوكي هاي الطريق. وطريق وحدة اسمها يسوع، فيش طريق، في طريق اسمها يسوع. تمشي على الطريق أهلا وسهلا تيجي لعندي. هلا غير يسوع في كتير طرقات، بس ما رح يوصلوك لمطرح عمول بدك. وهي الطريق فيها الانجيل والاربان والعذراء، هذا السلاح. تعرف انجيلك منيح، تتعرف على يسوع. ما حدا، ما في مسيحي بيعرفوا للمسيح بلا الانجيل. كيف تعرفه؟ لك انا مسيحي قال الانجيل. لا شو فيك مسيحي ما بتعرفوا ليسوع؟ انجيل ما شي يقول بكون تاكلوا للانجيل. بتاكلوا كيف؟ تاكل ترويقه غدا عشاء، تاكل الفصل الأول الآية الثانية، خب الأنجيل بدك تاكله الكتاب المقدس، تهضمه يصير عيش فيك. الشغلة الثانية الإربان، الإنسان تراب، ما فيك تصير إله. تراب ما بيصير إله، ما فيك تطلع من درجة البيولوجيك للديفينيتي هيك بقدرتك، ما في كيفك تصير. بدك حدا ديفان، بدك قوة إلهية تحولك من تراب لإله. ما بتجيبها القوة، بدك إله يحط فيك من ألوهيته فيعملك إله ويطعمك. مين بيعمل هيك؟ الإربان. ولا الإربان جاب لي تراب بكرة بتموت مثل حيالة كائن تاني، بتتفكفك بتحلق على الخط. في إله قرر يحط فيك من ألوهيته لأنه بيّن فيعملك على صورته وتعيش معه حياة أبدية. أنت عليك تلبي نداء، تلبي نداء، تقتدي بالمسيح، تمشي وراء يسوع، تعيش الأسرار بالكنيسة، تتناول الإربان، تصلي، بتلاقي حالك بس بنطفي هون بتشعشع تاني منه. وعمليا بيصير يحس الإنسان إنه ما في شيء اسمه موت، في شيء اسمه بسح. تفوت على قبر الموت، تطلع تاني مال شباك، تطلع ويندو، لما تروح تحس حالك أليف معه. تعرف اللي بيصير بس يموت وما بحسه إنه انتقلوا من هذا العالم، بحسه كونتينيوتي.
فوقكم استغربتوا هذا هو ما راح يحس حاله مستغرب اذا واحد عايش مع يسوع كل الوقت وما بيطلعوني بشوف يسوع بقول له مرحبا ماشي الحال كيف في طريقه ما راح يستغرب ينصدم اللي عايش برات الحاله الالهيه لا بينصدم وعايش تراب ومرمغه ونشوفه بوب يطلع بوجهه فانه بحس حاله غريب انا وين جاي راح عن جد يحس حاله غريب بقول له خي هون متشو واحد معزوم على قصر شي ملك هيك كله مرمر وذهب ما في نقطة غبرة وجاي أنت كلك موحل وتطبيص وجاي تحس إنه ما فيك تفوت أنت لحالك رح تحس إنه ما فيك تفوت سو هو عم بيعدنا تنكون مؤهلين للدخول بملكوت الله نحن عنا الملوكية من الملك وعنا البنوة من الآب وعطانا كل التولز نحن علينا نلبي الجو سو مساج ما شرب للعالم إنه لبي الدعوة لبوا كلكم دعوة الله لملكوته باتباعكم للمسيح الإنجيل والإربان والعذراء العذراء قصة كبيرة أنتوا مساجد ماري إذا بتعرفوا شو يعني مساجد ماري بتعرفوا العذراء مزبوط إنه نعمة كبيرة مريم العذراء قصة سو إذا نحن نلتزم بالإنجيل نلتزم بالحياة مع الإربان وناخد العذراء أم رفيقة صديقة مرشدة أكيد نوصل على ملكوت الله بدون مشاكل وإذا لا هذا الكوتيل قاسي بالموضوع هذا الإيكول دي فان وتلمون ده جانية وشو ما عملت تطلع السماء ما حدا يضحك عليكم في الله قديش من الله رحمة عنده نفس العدالة الله الحب ورحمة وعدالة ما فيش حب بدون عدالة ما بيكون حب سواء الله بدينا نحب بعضنا بدون مقابل بلا حدود بلا شروط بدون مشارب يحبوا بعضهم مثل ما يسوع بيحب هي المحبة هي الميزة اللي عنده إياها الإنسان الحقيقي طيب يتحد بالله لأنه الله محبة سواء ما شابوا أنتم قد تتحول ولا محبة ما بيتحول لمحبة بيموت المحبة هي وحدة الأبدية سواء تكون أبدي أنت بدك تصير أمور تصير أنت الحب سواء هذا المساج اللي عم نحمل العالم أكيد في كثير تفاصيل بعد تقنيات فينا نعيفكم منها تقدر كثير وقت وإذا بتحب حدا يسأل أسئلة You are here, you are here, you are here, Jesus, you are here. Jesus, I believe in you, my Lord and God. I believe in you, Jesus. I trust in you, my Lord and God. I trust in you. Jesus, أنت هنا, أنت هنا, أنت هنا, يسوع. Vraiment, merci كتير. الله يباركك. الله يبارك كل شهادة بتعطيها. ونحن اليوم عنا الفرصة بالأخوة بالمسيح أنه نقدر نعيش معك هذه اللحظات اللي غيرت حياتك وأنت بتحملها للعالم لتتشارك مع هالناس كلها اللي بتسمعك لأنه أنت أغلى شيء أخذته لقلبك بتحب تعطيه للعالم لأنه هذه الدعوة هي للكل كلنا مدعوين لهذه الوليمة يلي الآب دعينا لإلها نحن رح نفتح مجال للكل يلي بحب يسألك أما يقول لك أي مساج معين أنه يعمل raise hand على الزوم ومنصير بالدور هيك نعطيهم واحد ورا التاني ومنتشارك معهم يلي بحب يفتح الكاميرا ساعتها بنقدر نشوفكم كمان بالصورة حد ريمو أنا بس بدي أسألك سؤال قبل ما نبلش
أنا أول مرة سمعتك كان على التلفزيون، وفي جملة غيرت هيك جملة، هي كانت مثل ما بيقولوا يلي هيك لمعت أما بجت بالداخل بقلبي، هي إنه ليش نازلين نزول وطريق السما طلوع. وهيدي الجملة أول جملة سمعتها مني، هيدا أول جملة سمعتها، وهيدي الجملة عقدر ما بتحمل من حقيقة، عقدر ما بتنطبق على حياتنا بالمفرق، عقدر ما بتنطبق على بشريتنا بالجمع، عقدر اليوم ما بكل بساطة أنت هيك قدرت ببساطة اللي قلته بقوته، لأنه هذا شيء خاص، قدرت كمان حملت معانيها لكل واحد منا وعلى القليل لألي. أنا سؤالي هو إنه أنت اليوم وقت اللي عم تعطي شهادتك، أما بالجماعة بعائلة مارشاربيل، أما هيدا بتحس بعد كنا عم نحكي بالروتريت إنه في بداخلنا نوع من الريزيستانس، أما نوع من ال هيك إنه ليه بنحب ننزل نزور نحن؟ طالما هيدي اللحظات يلي انت اللي عشتها معه للنور كانت احلى لحظات، ما كان بدك اياها تنتهي، اللي هو الرب يلي طيق تعمل رب. سؤالي مش يلي ما دق تعمل رب، انا سؤالي يلي دق تعمل رب ليه اوقات اوقات عنده تندانس انه يرجع يداركي بنزول اوقات؟ هيدي جات طبيعتنا البشريه، نحن فينا جزء حيوان، نحن آلهة عايشين بقلب كركاس حيوانية، عنا غرائز، يعني بتجوع وبتعطش وبتحس بشهوة وعندك ضعفاتك، وهيدي لذة القداسة. بتعرف اللذة بالقداسة هي هالجهاد اللي عم تعمله ضد طبيعتك الحيوانية تتشيل أطلوع، إذا ما عنا إياها هيدي ما لنا فضل بالجهد اللي عم نعمل. فهالعالم اللي بيجرنا التراب الحاملين ونحن بصير يشد فينا نزول، والمرجلة تبعيتنا أنه نشقله ونشد فيه طلوع. فهذا الجهاد الروحي، هذه لذة الحياة الروحية، بدل ما تستسلم أنت لغرائزك، سوري على التعبير، الحيوانية، وتعيش ككائن بيولوجي بس حيواني، أنت مدعو للقداسة، بدك تقدس هالضعف اللي فيك، وهذه اللي بتعطيك فرح، فرح الانتصار على غرائزك وضعفاتك والتنداص اللي عندك إياها تتروح نزول. عارف مربولوس عبر عن هذا الموضوع، مربولوس أنا غرامي ومثل لنا، مربولوس كان على طول ببعض المطارح ايام يمرق بضيقه، بيحكي عن الشوك اللي بخسرته، بالاخر في المطرح بحسه عم بيصرخ عم بيقول من يخلصني من جسد الموت هذا، بحس حاله خي احد بجسد بده صار في يطلع منه. سو هذا جسد الحاملين، وبدنا نقدسه مثل ما هو ونعيش حياتنا نتبع يسوع، والمرجله كيف نقدر ننتصر عليه بقوه روح القدس اللي فينا حتى تستحق الإكليل. أمين. أمين. فراس. وي. بونسوار. بونسوار. بونسوار ريمون. في عم. عندي كم سؤال لستك. كنت قايل لانه انت قري الانجيل وكنت قريني او بالمي السخنه وشربانه، يعني هالقد كنت، بس بذات الوقت في عندي سؤال، كيف كنت عم بتحارب بهالوقت وانت عم تقرا الانجيل؟ شغله ثانيه، هل في عندك مساج، لانه هلا طبول الحرب عم بتدق وين ما كان بالعالم، للشباب الصغار اللي بيكونوا محمسين مثل ما كل هالشباب انه بيروحوا على الحرب؟ هيدا أول سؤال. تاني سؤال، وفي عندي سألني سؤالين هلا سيت الأول جاي عن جديد. الأول بالفترة اللي كنت عم بتحارب فيها وقتها كنت بتروزيان وكنت عم تقرأ الإنجيل، هل كنت عم تقرأ الإنجيل كلمات وكان يسوع بالنسبة لك يمكن جراندايزر مغروم فيه كبطل بيخلص روبن هود يعني؟ وكيف كنت، ما فهمت الليان، كيف انت عم بتحارب وانت عم تقرأ الانجيل بذات الوقت؟ اوكي، لأنه بالحرب في قتل. خليني اجاوبك على اول سؤال. اول شيء تعرف المفهوم ان الله بيكبر معك انت عم تكبر،
مش انت وصغير تستوعب الله كله فرد ضرب وتصير دغري تديس ايمن مال. حتى الانجيل انا هلا صرت صار اللي بيشتغل فيه 40 50 سنه بعد هلا كل يوم بقراه عن جديد وبيكبرني وبكبر فيه وبحس حالي بعدني صغير بكل اللي عم بتعيشه. سألوني هذا السؤال كثير بكثير وسائل الإعلام قبل كنت أعطيهم بس جملة إنه أنا كنت عم بقتل حبا باللي وراي مش كرها باللي قدامي. جرب افهم علي. أنا قاعد ببيت في قدامي جدي وستي وعمومتي وبيي وإخواتي الصغار. أوكي؟ في حدا جاي علينا بده يقتلهم بدون سبب، نحن مش عاملين شيء. هذه كانت واقع الحرب بلبنان. ما هيك قاعد أنا ما هجمنا على حدا. أنا قاعد ببيتي ولد بتعرف شو عمره 13 سنة. وسمعنا انه في مسلحين خيو معهم سلاح ومنظمين ومجهزين وهجمين علينا وعمالين بلشوا يقتلوا الناس تموت، صار في شباب تموت، فاتوا على ضياع، كسروا كنايس، فاتوا على ديار، قتلوا ناس، عملوا مجازر. هلا انا شو قدامي؟ خيارين. هو بقول له يا خي تعال قتلنا ما في مشكله، بحضر احكيك هلا لاهوتيا شو الموضوع، او بدي امنعه يعني بدي دافع عن حالي. أنا كنت العتعيد بالبيت يعني بين الكيك بوكسينج والمرجلي والقوين، وأنا كنت الوحيد اللي قادر قاتل. شايف رح لك شغلي هلأ على الوعي عم بحكيك. هلأ إذا صارت معنا اليوم وحدا هاجم علينا هلأ، أنا إحنا قاعدين هلأ هون واجوا ثلاثة دواعش معهم سلاح وفاتين علينا، إذا بدو يقتلوني إلي وحدي هيك أنا حر بحياتي فيني ما دافع عن حدا. وأنا ما بدي أقتلك وما بدي أرتكب جريمة، تعال قتلني. إذا أنا مؤتمن على ناس ما في يكون حدي مثلاً إخواتي صغار وأمي وبي ضعاف وجاي حدا بده يقتلهم، قل له إيه ماشي الحال يقتلهم. بعتقد الخطية هون، إذا فيني أمنعه يقتلهم هودي أرواح مؤتمن عليهم أنا لازم دافع عنهم، مش كرهن باللي جاي يقتلنا. معطل هذا زي ما بقول من غبي لأنه مش عارف شو عم يعني، بس ما فيني ما دافع عن مرتي وولادي بلو هي ماشي الحال قتلنا ما بدنا نرتكب جريمة. أنا حياتي أنا مسؤول عنها، فيني أبذلها بلو طاع قتلني خيي ما لك معي شيء ماشي بركي بطلع على السماء، بس ما فيني يكون عندي أولاد صغار جاي حدا يقتلهم بلو هي ماشي الحال قتلهم. نظرية مين يعني؟ كيف تركب يعني؟ لا بشريا بتزبط، ما بعرف إذا الله بيقول لي إيه معلش اترك ولادك يقتلوا لك إياهم. كثير صعب نص سواء أنا ولا مرة رح يربط بحقد يعني، ولا مرة حربت، بس هيك عندي براسي أنه أنا حائد عودي بدي أقتلهم. نحن حربنا لأنه كان في حدنا ناس بدنا ندافع عن حياتنا. هلأ بوقتها هيك كان، هلأ أستطلع هلأ شو بيصير نفس الكونديسيون إذا قاعدين فيها وجاي يقتلونا بتعيش هذا الديلام. إذا قادر تدافع عن أولادك مش ما يقتلون بتدافع عنهم، ولا بتقول له قتلهم لأنه أنا قاري الإنجيل. سؤال صعب ما؟ أنا بوضعي هلا بدافع عنهم، بدي احمي اولادي خي، ربنا اعطيني هالاولاد بقول خي احميهم، شو الاولاد اتركوا قتلهم. في بالكاتيشيزم في الكنيسة الكاثوليك في روبريك عن الحرب بتقول لك انت كمسيحي شو موقفك من الحرب. انا بتمنى لازم كل العالم يقروها تتعلم، لانه الكنيسة بتعلمنا كيف نحن كمسيحيين نتعامل مع العنف في طريقه وكثير منطقيه بحسب تعليم ربنا ما بتطمنه، بس المهم ما يحمل الإنسان بقلبه حقد. الحقد اللي بيقتل مش السلاح. كنت بدي أسألك السؤال الثاني، هو شو المساج للشباب اللي هلأ عم بيطبلوا للحرب أو كل العالم هلأ عم بيطبل؟ نصيحة خيل عم بيطبل للحرب هلأ ما بيعرفش عن الحرب. الحرب أبشع شيء ممكن يصير بالمبيبي عوج الله، أبشع شيء ممكن يصير اسمه الحرب. بيطبل الحرب غبي يعني، مش هي لا داية الحرب ولا شايف. أنا حربت 15 سنة بعرف شو الحرب، بعرف شو يعني واحد يموت ويتيتم وينجرح ويتعذب ويتقطش ويتبهدل ويتدمر بلده ويعيش بهذه الحالة الخوف والرعب اللي بيعيشه. أبشع شيء ممكن يعيش الإنسان هي حالة الحرب. أنا بدعي كل إنسان عوج الأرض خي يشتغل للسلام. الحرب أغبى شيء بيعمله الإنسان، أسطل شيء بيعمله المخلوق البشري على وجه الأرض إنه يحارب. والعمل للسلام خيه والله العظيم شيء كتير عيب،
سلام يا اخي، في مقدرات بالارض قادرين كل البشريه يعيشوا فيها مثل ما لازم. تعرف ايش حق الطيارات الاف 35؟ عندك فكره؟ 35 800 مليون دولار. او اذا بترشهم ليرات هيك بافريقيا يا اخي، واش في جيعان؟ شو هالغبا عند الناس؟ بس بدك في حالة واحدة، بس بدك خي روح أدوس، بس كون واحد فيه روح أدوس جواته خلص. إنه ليش بدي يكون معي أنا مليار دولار بالبنك واحد حد ما معه يأكل؟ ما هلا نحن بلبنان ما بتتساءل هيك؟ هودي القادر عم بيقودونا اليوم، يقولون كلهم معهم مليارات، والناس اللي تابعينهم مشحشرين فلاحين معترين ما جايين يتنفس. خي شو بيمنعوا هذا يفك الدكة يفرز عن هالسارو الدكة مش رح ياخدها معه ويوزع على الناس؟ شو بيصير؟ ليش بده يكون في حدا ابن ضيعتي خي جيعان ميت من الجوع عم يركض يشحد وانا معي مليار دولار بالبنك؟ اصلا اذا بدي اصرف المليار دولار مش قادر اصرفهم. شو هالغباء؟ شو بودي للحرب؟ هي الطمع. لازم كل انسان عاوز، اول شيء ما حدا يطبل للحرب، لانه ما حدا اللي بيطبل للحرب انا باكد لك ما بيعرف شو معنى الحرب، لا فايده ولا فايده. انا عم بحكيك عن جيلنا، جيل يلي حيره. أنا ورفقاتي وكل جيلنا ما حدا بيطيق الحرب ومنكره الحرب وما بدنا نعمل الحرب. وزهول الفريخات محمسين الله لا يقدر، يعني بس يدور الحرب خلوا يخبرونا شو بدنا نعمل. حرام. السؤال الثالث والأخير، وسوري أخرت عليك وأخذت وقت غيري. الإنجيل من بعد ما صار معك هالاختبار، كيف صار قريتك للإنجيل؟ صار في حوار بينك وبين يسوع، بينك وبين الله؟ شو تغير قبل وبعد؟ لك قبل كنت أقرأ الإنجيل كأني عم بقرأ عن حدا ما بعرف. هلأ بس أقرأ الإنجيل كأني عم بقرأ عن حدا بعرفه. يعني إذا قريت أنت اللي شو عارفني كتاب عن فرانسوا ميتيران، هنحكي عن حدا ميت مش حدا طيب. ترى عن حدا، عن فرانسوا ميتيران. إذا أنت بتعرف حدا قريب عليك عايش أنت وياه وكاتب كتاب وعم تقرأ عنه، تقرأ عنه بطريقة مختلفة. أنا بس أسمع يسوع شو عم بيقول هلا بالإنجيل، حس بفهمها بكل جوارحي، يعني بفهم عليه بالعطاير، بعرف ليش قال هيك وهون شو عمل هيك، لأنه شخص صرت معاشر وبعرف عايش أنا وياه. هذا الفرق. بيحكي معك بالإنجيل؟ في حوار؟ 100% أكيد. ما هو الروح القدس اللي كتب الإنجيل رح هو عايش فيه وبيتفاعل معه، هو ذاته اللي كتب الإنجيل قاعد فيه بيحكي معه. وهذه هذه المتعة، هذه لذة الإنجيل، هي هيها لذة الإنجيل، متعة قراية الإنجيل. أنتوا بتعرفوا يعني إحنا كلنا قارين كتب، هيك أنا قاري يمكن 1000 كتاب، 2000 ما بعرف، قاري كتير كتب. ولا كتاب بقرأ مرتين. خلص تعطيني كتاب لك خلص قاري، ما قلتش جلالة أقرأ مرتين وخلص، بقول لك بعرفه. خي الإنجيل صرت قارين مش عم بمزح شي 10,000 مرة، وبرجع بقراه بحس بنفس المتعة ونفس اللذة، وبحط بقلبي شي جديد. شو هالسحر بالكتاب؟ مش هناك لازم يقرأ الإنجيل. مرسي كتير لألك. مرسي لك. مرسي. ناتالي. ناتالي. يا ناتالي انقطع. سيمون سفير. سيمون بونسوار، الله معكم. الله معك. تفضل. انا عندي كونكشن عاطل، يعني بس فويس، في بس احكي فويس. جاد سوري هلا من بعد اللي عم يحكي. ايه اوكي. ايه اتفضل سيمو، حتى لو فويس بس. انا حطيت سؤال كتابة، عم بسأل انه في مثلث اللي هو الطاعة والعفة والفقر، وانا دايما هيك بحب اطلع على الرسائل من نادي غوريه ومن كذا مصدر موثوق بيكون، لانه الكنيسة بتكون متابعته. يعني في لوم اوقات من يسوع ومن العذراء ومن كتار من القديسين على عدم التزامنا نحن كمؤمنين بالوصايا، وخاصة المكرسين. يعني كنت عم أقول في مثلث الطاعة والعفة والفقر منشوف أنه بعض المكرسين أصر على كلمة بعض،
مش الكل أكيد، لأنه أنا بطلع على القديسين رفع وشربي اللي عم طلع والإخوة مؤخراً ما أخذوا حقهم المسبكية. براف، في كتار ما بيلتزموا بهذا المثلث من المكرسين بقلب رهبانات، بزيحوا عن الخط، هودي ما عم يكونوا مثل صالح، وفي كتار بيتأثروا. أنا بمحيطي يعني بصيروا الناس أنه يطلعوا على هيدا مثلاً الراهب أو هيدا الكاهن أو هيدا المطران أو أي حدا من المكرسين أنه ليك راكب سيارة كذا وقاعد هون وقاعد، أنه عم يكونوا حجر عسرة قدام المؤمنين يلي ضعاف. يعني أنا بقول لهم أنا بكفيني يكون عندي يسوع والعذراء سيلوس الأقدس وشربل ورفقة ونعم طلع وكل هالقديسين، لا بدي اطلع أنا على يلي عم يشز عن القاعدة، ما بطلع على يلي بيلتزموا القاعدة بيكونوا هن صورة للإنجيل يلي عم بيعيشوا بيناتنا. يعني مثل أبونا صليب الأزح أنا بالفريق الروحي معه، أنه كنا نعتبره قديس هو عايش بقى. في ناس دغري بيتأثروا بيروحوا بموجة هذا الترند، أنه أوكي في 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 راهب أو في خورة في عليه شبهة أو أنه ما عم يفهم أنه هيدا ابن 9 أشهر بيغلط، كمان إحنا لازم نسانده ونلفت له نظره أنه أنت رجع على الخط القويم، رجع على الخط المستقيم حتى يلتزم الناس اللي شوي مضعضعين يلتزموا بإرشاداتك وسيرة حياتك. يعني بدك تكون قدوة ومثل ومثال لغيرك، ما تكون يعني أنا ما بتأثر. مرة طلعت مع راهب بسيارة من آخر موديل، كنا مع وديع الصافي الله يرحمه عزمينه رهبان على مطعم، رجعت مع 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 احد الرهبان بسياره، سياره كتير فخمه، انه اوكي ماشي الحال وحاطط البارفان ومدري شو، بقول الله يباركه ان شاء الله يرجع يرتد. بلكي اذا يمكن انا عم بنظر نظره غلط، انه كمان انه صوات يعني ليه ما بده يطلع بسياره حديثه. يعني كمان نحن عندنا شويه عقد. طولت سؤالي بس التركيز على هذا المثلث. بس ما طولت سؤالك، بس ما كنت سؤال، انه السؤال انه كيف بدنا ننظر لهم، كيف بدنا من دينهم؟ يعني هيدا الراهب اللي اسمه إكس. رح لك يا سيمون، رح جاوبك. أنا شوي طبعي مش كتير طري، وسوري بعتذر إذا كان الجواب قاسي. الخاطئ بيلاقي كتير حجج وتبريرات لخطيته. جرب فهم علي ما عم لك، عم بحكيك عن خبرة مش عن تنظير. أنا حكيت بتحفظ يعني ما عطيت أسامي. لا أنا ملدوع، ما بدي بارك، ما هذا وضعك، مش عم تحكي عن شيء غريب ما بنعرف. مزبوط، بس جرب بعدين عن بريفي عن شيء كثير سبيسيفيك. بطلب خي بعرف، سامع اخبار قد ما بدك، اللي سمعه انت انا اكيد سامعه سامعك، بس ركز معي على الجواب. اول شيء عم بقول لك الانسان الخاطئ، برجع بعيد، بالوعي تبعه او باللاوعي تبعه بده يلاقي حجج لتبرير خطيته. شو الحجه؟ انه ليك هذا الخوري شو عم بيعمل، ليك هذا الراهب شو عم بيعمل، الكنيسه ما فيها، الكنيسه فيها ثغرات. هيدا كله باللاوعي تبعه، بالعقل الباطني او بالوعي تيبرر خطيته. تنبلش من هون. الشغله الثانيه، عم طلع الحرديني بهذا الموضوع، هو مثل مهم. مره اجى لعنده تلميذه، بتعرفوه الخبريه، هو كان معلم الابتداء بالفيفان، إجا لعنده واحد من التلاميذ الرهبان وعم بينق. قال له يا معلمة، في رهبان مش عم يلتزموا بندوراته، في رهبان عم بيفشخوا بيطلعوا برات، في ناس عم بيخالفوا، في الدنيا خربانة، ولكن في ناس هونيك عم بيصل، هونيك ناس بدوش عم بيعمل. جاوبوا الحرديني جواب في ملء الحكمة، وهذا درس لكل الناس. قالوا لك يا ابني، كل عمر الدنيا كانت هيك وهلا هيك وراح تضل هيك، والشاطر بيخلص نفسه. فيك تاخد حجة انه ليك خي يسوع كان معه يهوذا الاسخريوطي وخانه. حجة ليك، حتى يسوع كان معه واحد خي، ليك توما نكره شك فيه وبطرس نكره. اذا واحد بده يلاقي الفخويت بالكنيسة، برجع بعدلك تيبرر خطيه. انت قلت شغلة جوهرية ومهمة، أنا عم بقول لك على مسؤوليتي. هلا بالكنيسة عندنا في شيء 2200 كاهن، أول بعرفه. من هال 2200 كاهن يمكن في 100 فاسدين، 150 فاسدين، معناه ما فيني
اجزم انه حدا فاسد، عم بعطيك رقم هيك من راسي. خايفين ناس فاسدين مظبوط، بس باكد لك انه اكثريتهم مش فاسدين وعم بيعملوا شغلهم مظبوط وعم ينتبهوا على رعاياهم وعم ينتبهوا عن دوراتهم. بعرف ميات الرهبان باديارهم بالخدمه والطاعه والعفه والفقر وعم بيعيشوا حياتهم مظبوط. اذا بدك تاخذ النسبه، يسوع على 12 واحد طلع عنده ثلاثه طعوجوا شوي، ما هيك يعني؟ ثلاثه على 12 يعني له حق بالديفو، يمكن الربع يكونوا مخربطين. يعني 2200 اذا ناخذ ذات النسبه لازم يكون في شيء 400 500 عفوا. أول شيء بنشكر الله على كل هالقديسين اللي عايشين بيناتنا. الشغله الثانيه كمان بنشكر الله على كل هالناس اللي شايفين ان احنا يمكن هلا هيك. مربولوس وقت كان شاول وراح لعند التلاميذ شو كان ينظروا له؟ بتعرف؟ مجرم، قتل اصطفان، مضطهد المسيحيين ومجرجرهم، شوي صار رسول الامم وقديس. سو هيدا هو ذاته الراهب اللي طلعت معه بس سيارة الفخمة، بكرة من الله راد يمكن تلاقي سبعك على ملكوت الله. وهو مش لقاله السيارة أصلا، مش لقاله، مش مهم للرهبنة. أنا ما عم بحكي عن حالي، أنا ما عم بحكي عن حالي، عم بقلك إنه سيمون نحن بابا نطلع بالناس شو عم بعيشوا. أنا عم بقلك الشاطر بيخلص نفسه، أنت اتباع المسيح عيش قداستك وما تطلع بالبين شو عم بيعمل، شو رفين بعدين ما فينا نقدر نحن هيدا الشخص اللي عم نشوفه هلا فاسد ممكن يكون اكبر قديس بالكنيسه بعدين. شو بنعمل؟ اغسطينوس بتعرف شو عامل اغسطينوس بايامه؟ كان اكبر خاطئ، اكبر خاطئ كان عامل ملك داوود. ملك داوود، ملك داوود بعدين بس نحكي عن مش هيك ما بنعرف خي. انا اللي فيني اعرفه انه انا زلمه خاطئ وبدي اشتغل على قداسه، شو بدي بالبين؟ ايه مظبوط، هيدا اللاهوت الحقيقي. Thank you. على قدسك، طول عمرك. ناتالي. ايه دوري. ناطرة بان باسيونس انه احكي. بس على المداخلة اللي اجت قبلي، نو جوجي با بور ات جوجي، قال المسيح يعني. بس هيك. انه مين نحن بور جوجي؟ واحد. اثنين، انا سمعت بوكو دو تيمونياج، هاي اول مرة بحكي على الجروب. واو. انا مش مصدق انه لقيتك، ما كنت سامعه فيك قبل. كارتيزيان ومقنع، وبتحكي بطريقه بتقنع العالم اللي انا بدي اقنعهم من حوالي. في محل بالتمونياج قلت انه بتحس حالك وقت شفت النور وحكيك بلا ما يحكي بتحس انه بتعرفه من زمان. هيدا الشيء كتير لمسني، لانه انا بمنام من المنامات كمان كنت شفت يسوع، ما كنت عارفة إنه يسوع. وقت المسكني قلت له أنت مين؟ قال لي أنت بتعرفيني كتير منيح، بس هلأ مش مذكرة إنك بتعرفيني. So it's impressive كيف الناس بيعيشوا قصص هيك شوي بتشبه بعضها. يعني أنا كتير مأثرة، يعني تيمونياجك ضحكني كتير وبكيني كتير. إنه كيف أنا ما بعرفك، مش سامعة فيك وما بعرف شي عنك، كيف في واحد يعيش نفس الشيء بمرحلة معينة بتفرجي بتثبت له حقيقة. وقت اللي قلت إنه اللي بده إثباتات إنه الله موجود، أنا عندي، أنا بترجيك إذا فيك تعمل فيديو، لأنه أنا عايشة بكوميونتي في كتير بيأمنوا وفي كتير ما بيأمنوا كمان، وكتير كارتيزيان. سو مثل ما يسوع قال أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، أنت القائد المعركة اللي أنا جعبالي أنع فيه اللي حوالي اللي بعدهم لليوم بيشكوا بوجود الله. كتير أثر فيه التيمونياج تبعك. وآخر سؤال، الموت انتقال، كيف تعرف؟ قلت بمحل قلت أنه العالم بس تموت ما بتحس إنها ماتت، بتحس إنها انتقلت. حسيتك عم تحكي عن خبرة، بهمني الجواب. قلت لك اللي عايش هون مع يسوع مثل ما لازم بس ينتقل لهونيك ويشوفه ما رح يستغرب، رح يحس بس قصدي عايش زي الحياة. بس كان في شي مرة حدا صار معه إكسبرينس عرفته منه شي أكتر؟ كيف يعني؟ ما فهمت السؤال. قصدي انه حدا عاش شيء يمكن انت من وراء عم بتقول هالشيء ولا لا؟ هيدا انه من الكتاب المقدس من عم بحكي عن خبرتي الشخصيه لالي. اوكي، فميرسي كثير، ميرسي على التيمونياج.
أهلا وسهلا، عم نحضر لك فيديو بكرة للملحدين كيف نبرهن لهم إنه والله أوكي إن شاء الله يكون عن قريب. إيه يعني نلرا عم نشتغل عليه. Thank you Natalie. Nanor. Hello, bonsoir. أنا من كندا عم بحكي. So سؤالي هو أنه تعرف أنا عايشة بكندا وبتعرف هون قديه صعبة ما في عنا إيمان خاصة الشبيبة عنا. يعني حتى including from my family بيقولوا there is no God. وما بدي أحكي عن حالي بس أنا هلأ عم شوف الشبيبة كتير والشبيبة ضايعين كأنه عم بحس الشبيبة they have a question mark. وصلوا لمطرح أنه عندهم question mark أنه there is something بس ما عم بيعرفوا شو هو هيدا. أنه كمان ما فيك تقول there is God أو شيء أو إيه بتخاف لأنه عنا بكندا ما فيك تحكي بالإيمان كتير. So قلت شيء ما بقى قلت scientifically أنا عندي proof. يمكن هيدي بروف طويلة أو فيك جملة أو جملتين فينا نقنع نحن الشبيبة هون إذا في مجال. لا هذه سيشن نعطيها بدها شي ساعة ونص نعمل برزنتيشن يعني وفي بدها برزنتيشن اوكي عن الدي ان اي عن البارتيكلز عن الكوزموس بدها برزنتيشن اوكي سو فينا ما بعرف اذا واحد ممكن تعرف طول المفرق الكبير اللي مرقت فيه العلم اليوم انه وقت اكتشفوا الدي ان اي من بعد الدي ان اي الحياه شيء وقبل الدي ان اي شيء بس اكتشفوا الدي ان اي تبع الانسان او تبع المخلوقات خلص برز وجه الله بشكل كثير واضح دي ان اي هو از ذا لانجويج اوف جاد هذا الكود اللي عم يحكينا الله فيه ولا ما بعتقد في حدا علمي حقيقي اذا حدا رجل علم إلا ما بيؤمن بوجود الله. واو. أوكي. أمل بدي بعدين نشوف شو معناه نشرح له إياه. أوكي طيب شو فينا نساعدهم يعني يعني هيك شيء إنه أنت فيك تقول إذا نحن بنحكي بهل هيك شيء يمكن أن نعم. جميل كل راس له مفتاح كل جروب له طريقه ما بعرف اللي ناس علميين بحكيون علم الناس اللي بيحكوا علم نفس بحكيون علم نفس ناس بيحكوا اليهود بحكي اليهود حسب كل واحد راسه كيف بس الناس الساينتفك اللي عم يستعملوا العلم انا هاي شغلتي يعني اختصاصي تجي ضربي قاضي ما بيشارعوا كتير بكرة بس يخلص الفيديو رح نحطه على اليوتيوب بصير يحضروا يفهموا أكثر شو عم نحكي. أوكي ميرسي كتير. ماجد. بونسوار جميعا بونسوار ريمو. عندي سؤال يعني أكيد بمسيرتك الإيمانية كان في ضعفات يعني يمكن كان في ضعف تعرف الحياة الإيمانية وقت نزول وطلوع بدي أسألك عن وقت يمكن كبر فيك الشك أو أوقات تمرق بصحراء مقطوع عن المي عن النبع الله أوقات هيك من كترة يمكن أوقات الصلاة أو كترة تمرق عبالي أعرف كيف تتحديت هالفترة الزمنية اللي يعني مرقت معك. أنا سأل السؤال قبل كانوا يقولوا لي صلي زيادة بس أوقات عن جد بيكون قاطع بفترة لحتى مش قادر تصلي فيها أو مش قادر تفكر كيف كنت تفكر قبل. فهذا سؤالي. أوكي سؤال كثير مهم لأنه أكترية الناس بيمروا بهذه المراحل اللي بيصيروا يسألوا أنه الله وين وإذا عم بيسمعني مش عم بيسمعني بيسموه الصحراء الروحية تقطع بصحراء وقت تتعامل مع الموضوع بالضبط كأنك مارق بصحراء. إذا أنت بصحراء اليوم شو عندك خيارات تعمل؟ خيار واحد لك ضل تمشي لك ضل تمشي إذا بتوقف بالصحراء بتطلع قاعدك مبشط بتموت تمشي بالشمس تطلع
باربيكيو. أو أو أهم شغلة تعملها بوقت تكون بالصحراء أنك تضل تمشي، فتضل تمشي وتتيس على المشي، مش إيش إيش أوكي بس في رمل تحت والشمس فوق، بس راح ضل أمشي ترى لقي الأوازيس. المثل المهم فيه ليوحنا الصليب عمل كتاب اسمه ليل المظلم، بيعبر كتير منيح عن هذا الموضوع. خيب يمشي بالصحراء 13 سنة معبر مشي صحراء 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 مش في استرزا الأفيلية عايش زي الشيء. الشيء الوحيد فيك تعمله بهالوقت انك تضل تمشي. شو يعني تضل تمشي بالحياة الروحية؟ يعني انت عندك نمط بحياتك، اهم شيء بالحياة تخلق ديسيبلين روحية. يعني افترض تقوم الصبح بتعمل صلاة الصبح هذه نهارك للرب، نص النهار بتعمل بوز تقعد معه تقرا شيء بالانجيل او شيء روحي، عشية بتعمل بوز صلاة طويلة تفحص ضميرك تتأمل بالإنجيل تصلي مسبحتك تعمل ريتويال. كثير مهم يكون عندك ديسيبلين سبيريتويال، كثير كثير مهم. يعني تقول بهالوقت هيك بعمل بهالوقت هيك بعمل، مت حيلا شيء بالحياة نعمله للحياة الروحية ديسيبلين كثير مهم. بس تمرق بصحراء أهم شيء ضلك متابع بالديسيبلين اللي عمله. قوم الصبح صلي قدم نهارك للرب، بنص النهار تعمل بوز تقرأ قراءات روحية، عشية بتقرأ إنجيلك بتأمل فيه بتصلي مسبحتك تفحص ضميرك وتضلك مكفى. شو حاسس جوا؟ تعبان زهقان يأسان؟ نسيهم، ضلك كل يوم عمولي اللي لازم تعمله. إلا ما تلاقي بعدين قطعت الصحراء مثل ما بيقول يوحنا الصليب كان عم بيعيش كل وقت نادى نادى نادى، عم بقول نادى يعني ماشي شوي بيطلع على البريري تصير تنفتح قدامك الحقول والخضر. أهم شيء تضلك بالصحراء مسابر سؤال امشي عليها دائما. السؤال الثاني اكيد كمان كان فيها السؤال على طول شو بده منك الله. يعني اكيد سالت حالك بالفتره اللي كنت يمكن كل هالفتره اللي عم تقطع فيها شو بده منك الرب، لقيت جواب على السؤال شو بده مني انا شخصيا؟ يعني ايه ايه انه ليه اختارك لك هيك لك شو بده منك شو هدفه؟ لك هذه القصة صرت بتتبين من بوقت مش عارف شو بده. مع الوقت صرت أعيش يلي عم بيلهمني عليه. هلا اليوم شو بده مني اليوم؟ بعمل اليوم شو بده. بكرة شو بده مني؟ بعمل شو بده بكرة. شوف كيف بمشي step by step. هلا بعد 29 سنة هلا صار فيني جاوبك. سألتني أول سنتين ثلاثة بقول لك شو عرفني؟ بعمل اللي عم بعمل، بصلي، بحكي اللي صار معي. أنا مهتم بعيد مشاربي، مكبر التلفزيون، عم بعمل لازم أعمله كل يوم بيوم. هلا يمكن مع الوقت اكتشفت يمكن كان بده حدا مخه علمي تتوجه لعصر اليوم بلغة سبيسيال علمي شخص الغادة مهندسة فهمين بالخبار قد نجيب بعاط ومقوص وموصين عليه فيقدر يعطي نفس سلام أكثر للناس يظن الحرب ما له طعمه فيه يشتغلوا على السلام. يمكن بصفتك مقاتل مهندس استعمل اللي عطاني إياهم لخدمته مثل ما بيعمل كل وقت. بس بدي نركز على ما تفكر والله بيختار حدا كبريفيليج، ما أعطاني بريفيليج، بيختار كل واحد يعمل شغلته مطرح ما هو كل العالم مثل بعض. أنا أعطاني هول مواهب بستعمله، أنت بيعطيك غير مواهب بستعمله، أنت مش أنا وأنا مش أنت. بس ما في أفضلية، مش إنه أعطيني بريفيليج على خدمته. أنت عندك غير مواهب لك تشتغل فيهم تحطهم بخدمته، ما فيش خيار ميزني يعني. لا هذا ما اكزاكتلي هذا كنت بدي اسالك اياه كمان، انه كيف قدرت تصبر على التواضع اللي اكيد لانه اعطاك شيء يمكن غيره ما اعطى لغيرك بهالسهوله. يعني كمان يمكن مرقت مراحل كمان فقدت التواضع او فقدت الهدى ولا لا، انه كيف عبر الصلاه قدرت تحافظ على هالتواضع تقدر تنقل رسالتك؟ اللي بيختبر اللي بيختبر الله بعظمته بمجده ما في ما يكون متواضع. تحس انت مين خي قدام عظمة الله شو هالمعطل انت؟ مين انا؟ مين يعني؟ عشوبك تشوف حالك وشو بتكبر يعني؟ ما انت نقطة بهالكون يا زلمة قدام حضرة الله شو بده يكبر براسك بعد؟ معطل انت مسكين، حس حالك كمشة تراب وبدك السترة خي، بدك نور من نور الله تتكفي بهالحياة العالم، بشو بدك تكبر؟ بس تختبر الله بالحقيقة بتصير متواضع اوتوماتيكمان. ما فيها المحبة تكون متكبرة، في بيك يتكبر عليك او امك وقت بيحبوك خي يركعوا عجريك مع المحبة في التواضع. هيك ميرسي ميرسي لك. عليا ما
هو رفعين ايديهم وبيحكوا. اكتشفت جديد. تفضلي يا عليا. ميوت انت عليا، بدك تفتح الميكرو، ما بنسمعك. المجد لله ويتمجد الله بقدسي وبما شارك. بونسوار خين عليمو فارشاد سنين عبر طول المساجة دوماتي. جمري بارتاجي دو بو سوفونير. Un relié à Faux. Depuis des années, vous nous avez rendu visite au collège. J'appelle Zakar sur Noha depuis des années. صوتك ما بيقطعش اذا فيك تقرب في شيء عم بحرق ما بسمع صوتك عم بيقطعش كثير يعني الاباري هلا راح صوتي طيب طيب سوري جافي انفاي ان ميساج خلاص اوكي ادي ادي وراد وي بونسوار بونسوار جميعا بونسوار معكم رين وادي عم بحكيكم عم نحكيكم من قطر ريمو نحن اول مره تعرفنا عليك من سردة على اليوتيوب سمعناك وسردناها معك كان سردك بتاخذ العقل وكثير حلوه عندي سؤال بالأحرى سؤالين أوكي أكيد بس يمكن قبل هالسؤالين بس بحب أقول للجميع ما بعرف إذا الكل بيعرفوا إنه حتى بقطر نحن ما عارفين هذا بلد إسلامي بس في كنيسة لما شاف بالأندر كونستراكشن هون ونحن شخصياً اللبنانية المسيحية اللي عايشين بقطر كتير مبسوطين بهالإنيشيتيف اللي بيصير ونشكر ربنا عليها أول سؤال لألك ريمو ما بعرف يمكن أكيد هذا السؤال طرح عليك كتير نحن نعرف إنه هلأ بأياماتنا في هجوم كتير 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 كبير من الشيطان أوكي هذا الهجوم بخوف هلأ أنا شخصيا صار لي فترة صار لي جمعتين بس صار لي عم تجيني نوع من الخوف إنه عم بحس فيه لهالهجوم ما بعرف ليش هلأ هالهجوم عم بيتمثل قدامنا بالإلحاد بالانحراف بالتفكك العيال الفاليوز بطلت إلى قيمة بين العالم وهالحروب وكل هون أنا كمسيحية أوكي مطلوب مني إنه الشاطر يخلص نفسه إنه أنا صلي إنه أنا أعرف شو قيمة القربان إنه أنا أحب العذراء وصلي لها وأقرأ بالإنجيل بس كمان ربنا قال إنه أنتم من وجدتوا على الأرض بس كرمالكم كرمال غيركم وكرمال هالمحبة طب أنا كيف هلأ بعالمنا بطريقة براكتيكال أكتر كيف فينا ساعد كيف فينا رد عن هالهجوم يمكن أنا أوكي بشكر ربنا أنا مشار بالعمل معي عجيبة روحية بالمحبسة وشفت وجه الله فيه بهالمرحلة اللي كنت فيها بحياتي لأنه أنا بمرحلة بحياتي بقطر مرقت بنوع من الإلحاد كون أنه أنا كنت بمجتمع إسلامي بس الحمد لله رجع مشار بالرد علي بعد سنين وعمل معي هالعجيب الروحي ورجع لي إيماني بعد أضعاف وأضعاف وبشكر ربنا على هالشيء كيف أنا إذا أوكي بجرب خلص نفسي بس كيف فيني كمان ساعد أو كمان رد على هالهجوم هجوم كتير كبير كتير مأزي عم نحس فيه كلنا ما بعرف يعني أنتوا كمان عم تحسوا فيه شو ممكن بطرق براكتيكال رد على هالهجوم أو ما بعرف يعني نجرب نوقف بوجه نحن كمسيحيين اوكي ميرسي على السؤال اول رد على الهجوم يكون اول شيء بتحسين حالك انت بتحسني حالك يعني اول شيء واهم شيء هي اداستك كوني اكيد كل ما تقدسي حالك هذا اعنف رد على هجوم الشيطان حلو بس تقدسي حالك مش بتقدسي حالك بس تقدسي حالك بتشعي حواليك يعني انت بس تشتغل على اداستك بتقدسي عائلتك والناس اللي حواليك والناس تشتغلي انت وياهم والناس اللي بتقدسي انت وياهم بصير يشوفوا وجه يسوع فيك عشان هيك اول شيء اشتغلي على داخلك انت على الشر اللي فيك وشيلي مشان تكوني انت على صوره الله
شغل الثاني حسب كل واحد مواهب. شو عطيك الله مواهب؟ في ناس مواهبهم بس يصلوا، ما عندهم قدرات على التعليم ولا على التبشير، وما عندهم كاريزما، عندهم قادرين يصلوا كيف يصلوا بس، مش مطلوب أكثر منهم يصلوا يا تسقوا زيتهم. كوني أكيد هذا مفعول أكثر من واحد عم بيعمل 600 محاضرة بالنهار. الشغلة الثانية، إذا عندك موهبة البشارة بشر، إذا عندك موهبة التعليم علم، إذا عندك موهبة كوميونيكيشن استعمليهم. نحن مهم فينا، نحن المسيحيين جنود المسيح يعني، نستعمل كل الطاقات اللي عندنا وكل موهبنا بخدمة يسوع. أكيد مع حكمة كتير كبيرة، أنتوا بقطر وبعرف شو في قطر، تتصرفوا بحكمة تتوصلوا صورة المسيح بأحسن طريقة ممكنة لكل اللي حواليكم. بس كوني أكيد بتبلش من أداستك الذاتية، إذا أنت ما عندك تشتغل على أداستك الذاتية كل شيء برانة ما بيوصل. أنت تحصل من جوا، كوني مسيحية حقيقية، حمل المسيح جواتك، هو بيشتغل فيك بيوصل مطرح ما بده. المهم نحن نكون أدوات صالحة بإيد الرب، هو بيعرف كيف يشتغل فينا. أوكي. بتنفكر رابطه وبتطحبش وبتكسر. هلا هذه موجة، مرة كتير موجات قبلها بالتاريخ، كسر طحبش وبيت الكنيسة ماشي ومشروع ربنا ماشي. ما تخافوا من التدريب، بتخافي من الشيطان، هذا تعبير ما جربي ما تستعملي. لا هو أنا ما كنت خايفاني منه، حسيت قصدي إنه بهالهجوم يعني بتحس بتشوف يعني بتحس فيك، ما بعرف إذا عم تفهم علي. بفهم عليك، ولا من خلالك بحب بس وصل إنه هجوم الشيطان كل تركيزه هلا بس على مطرح واحد اسمه العائلة. صح. كل اللي عم تشوفيه برا هلا هاي موجات الإلحاد وموجات الشوازات كلها جاي نتيجة ضرب العائلة. إذا بدك تعمل شيء منيح تركزي على تحصين العائلة. أوكي. هجومه هونيك، إذا هاد إذا ضرب العائلة وطحبش مثل ما عم بيصير بالغرب، طلاقات وانفصالات ومثليين وكل الأخبار، هذا هجوم على العائلة. بس تطبش العائلة بتطبش كل شيء، إذا العائلة منيحة كل شيء بيزبط. أوكي. السؤال الثاني، كنت قبل شوي حكيت عن الأربان والعذراء والإنجيل، يعني هن كتير مهمين. الأربان، السجود للأربان، نعرف إنه هالشيء كتير مهم نحن بحياتنا الروحية كمسيحية. كيف فينا how can elevate هالسجود، أو يعني كيف فينا علي من قيمة هالسجود عندي أنا كمسيحية؟ كيف فيني فوت خود أكتر التجربة بطريقة فعالة أكتر؟ كيف أنت تعيشيها يعني؟ أكتر إيه؟ يعني أنا أوكي فيني أسجد، في عالم تسجد 3 و4 ساعات و5 ساعات. أنت كريمو بس تسجد للأربعين، شو الريتشولز بتعملها؟ إذا فيك كمان تقلنا إياها، ما بعرف هي شيء شخصي يعني. بقول لك إياها صعبة شوي بس جرب استوعبي علي. أوكي. بليز ما تفكري عم تفلسف يعني، بتجرب قد ما فيني وصل لك إياها. من شي جمعة، جمعة الماضية، أنا بعطي التعليم الشهري تبع عائلتنا شربيل، هو بيحطون على اليوتيوب كل مرة بعطي موضوع. الموضوع تبع بارح كان اسمه صمت الله، كيف الله صامت. بآخر الموضوع بيحكي عن لغة الله، كيف الله بيحكي معنا، كيف بيحكي بصمت. قدام الأربان، عم بقول لك هاي خبري الشخصية، فيك تلتزمي فيها في كلام. أنا ما بحب يكون قدام الأربان وعم نعمل نشاطات، يعني تريتيل وصلوات وحكي، وهو حلوين للا فترة صغيرة يعني، بس السجود قدام الأربان الحقيقي بس تحكي لغة الله. لغة الله هي الصمت، شرحت لهم إياها امبارح. جرب إذا أخذتهم حصارت على اليوتيوب، إذا فيك تسمعي آخر مقطع. أوكي. وشيل الله محبة، تعرف المحبة محبة صامتة، محبة ما بتحكي، تعرف ليه؟ ليش؟ لأنه ولا مرة الإنسان بس يكون عنده حب حقيقي جواته قادر يترجمه بكلمات. صح. ولا مرة بحياتك فيك تقول لابنك مثلاً بتحبي أو لبنتك، ما فيك تعبري عن شيء جواتك بكلمات بشرية، رح تطلع ناقص، ما رح تعبر ولا مرة عن حقيقة الحب اللي بينك. الكلام ما بيعبر عن الحالة الإنسانية. شو اللي بيعبر؟ الله كيف بيحكي معنا؟ أنت سمعتي صوته شو مرة الله بيحكي معك؟ لا. بيحكيك، بس بيحكيكي بصمت. هذا نسميه الإلهام، إنه لهمني الله. كيف لهمك؟ ما بيحكي معك بس بحسي عم يشتغل فيكي جوا بصمت. قلت له للشباب، رح أرجع أقوله والله قد ما بنجرب نفهم، بس تأملي فيهم بعدين.
طبعا نحن بس نحكي لغة بيبقى في المرسل والمرسل إليه. أنا هلأ مرسل ببعت لك كلمات، أنت مرسل إليه بتلقيهم، ترجع بعد شوية تصير أنت المرسلة تبعتي لي كلمات، أنا بصير مرسل إليه بتلقيهم. هاي اسمها لغة بيخروا بعض أنا وياك، صح؟ في لغة تانية، لغة أساسية اسمها الصمت، كمان بالصمت في مرسل ومرسل إليه، بحكيكي بصمت وبترد علي بصمت. وبرأيي وبخبرتي هذه أعلى وأهم وأسمى لغة ممكن يحكيها الإنسان، صمت. بس اثنين يحبوا بعضهم كثير، ممكن أول فترة بيقعد ينظم له شعر لحبيبته وهي بتنظم له شعر حبيبتي سمر بما أن الحب قد ربط قلبينا، وبيعمل لها إيفيات ويوصل لوقت الحكي ما ينفع، خلص بصير بكفيني حضور الحبيبة غير ما تكون مرتي هذه حبيبة، ما في سوم يحكي معها، خلص بصير حضورها هو الكلام. انت دائما الاربعين بس تحس وتركي الله يشتغل فيك، هو بيفلح جواتك وبيغيرك وبيذهبك وبيجلخك وبيطهرك وبينورك بصمت ولا كلمه. يلي معود على سجود الاربعين بيفهم شو عم بقول، بس تسجد دائما الاربعين ولا حكي، تطلع من سجود الاربعين مش مثل ما فتت. هذا شيء وسع جواتي، قلت لهم امبارح بالموضوع بالصمت الله بيفتح بيحفر الفضاء الداخلي تبعك تيوسع مطرح له تيقعد جوا، وبالحكي هذا الفضاء بدي كل ما نصمت كل ما الفضاء الداخلي يوسع، كل ما يصير الله ياخذ مطرح بين كل واحد بصمت. صمت الله مع مشارب اللي هو الكلام اللي كان عم يحكي فيه اللي عمل منه قديس. نحن منضيع وقت نقعد قدام الاربعين بصير نقرب، انت عم تقرب ما بتنفع، سكوت عود وسكوت، ترك الله يشتغل فيك بيشتغل بأحلى لغة ممكن يحكيها لنا. جربوا وعملوا، جربوا وعملوا على مسؤوليتي، تشوفوا كيف قلبكم عم يتغير، الله بياخد مطرح أوسع، تصيروا تحبوا أكثر، تصيروا تفهموا أكثر، توعوا أكثر. هاي لغة الله الصمت. مرسي مرسي. عوصت ولا؟ لا أبداً. مرسي كتير. Thank you. مرسي. ساندرا. هاي بونسوار. بونسوار. أنا بس قبل ما أسأل السؤال، من وراء المرات القليلة اللي سمعتك فيهم خاصة من وراء سردي، بشوفك حدا مثل ما قلت عن حالك شخص سيانتيفيك، وأكيد شخص بمحل راسيونيل، بركي حتى بتعاطيه مع الله بأوقات كتير هو شخص راسيونيل، ولازم دايما تقطع بهالفاكولتي اللي هي الريزون لتقدر تفهم حتى القصص اللي بتأمن فيها، حتى إيمانك وجوهر إيمانك لازم تفهمه لتقدر تعيشه بطريقة أفضل. وحتى باللاهوت بنقول أنه الله وقت خلق الإنسان خلقه كاباستي، يعني إلي كابابل دو جو، كابابل دو سوميستير، مش بركي يفهمه دان سا بلينيتود، بس يفهم جزء منه بهالشمينمان اللي نحن منعيشه. سؤالي لإلك هو له علاقة بطريقة مباشرة بتعليم الكنيسة. أكيد أنا ما عم بسأل عن دوغ، ما عم بحكي عن العقيدة، عم بحكي عن التعليم والتوصيات اللي بتطلع أوقات والكتب اللي منقريها ومنلاقي بركة بالصفحة الأولى أو الآخرة، ما بعرف، أنه لا مانع من طبعه. هون ريمو ناظر الشخص اللي أنا بمخيلتي بعرفه بالطريقة اللي أنا بعرفه فيها بالتزامه بالكنيسة، بيقول أنا التزامي بالكنيسة بروح فيه all the way وبنقي مشوار، يعني بنقي النتيع لأنه هاي الطريق بركة أقل ريسك لإلي كشخص مسيحي عم نبش على هدف معين بحياتي، أو هل حتى هالالتزام مربوط بفهمك للموضوع لأنك شخص عاش إكسبرينس معينة، ولأنه شخص عنده one on one قوية مع يسوع، وبركة أوقات في تعليم تتناقض مع طريقتك لمفهوم تعليم يسوع اللي عطينا إياه من بعد التجسد. كثير قوي سؤالك وكثير مهم. هو سؤال صراحة أنا أوقات كثير ما بعرف جواب عليه، فقلت بركة فيك تساعدني. أنا حالك أنا كيف بفكر، مش لكم جواب الصح، بس لك أنا كيف بفكر. إيه هذا السؤال، أعرف أنت كيف بتفكر.
أول شيء أنا بأمن هيك إيمان قاطع إنه روح القدس هو يقود الكنيسة. ما عندي شك ولا لحظة. الله 2000 سنة الكنيسة واسم الله ماشي تصرفه ماشي بس. رغم كل المراحل ما قطعت فيها صعبة، ما قطعت بعصور مظلمة، قطعت بصعوبات، بس لكن ما أحلاها، محافظة على التعليم، على الخدمة، تجني أهم مؤسسة بالكرة الأرضية من 2000 سنة لليوم. هاي علامة أن روح القدس عم بيقوده، لو ما كانت هاي كانت فرطت من زمن. الشغلة الثانية، أنا أؤمن بالأباء المؤسسين، أباء الكنيسة اللي أسسوا الكنيسة، أكيد بيفهموا 300 مليار مرة، وخبراتهم مع المسيح قد على تريليونز مرات، وأنا بتغذى منهم. يعني أنا بحترم كل خبرات أباء الكنيسة الأوائل، وإذا بدي كل التعليم اللي بعطيه واللي بعيشه أنا بنهله من تعليمهم. الشغلة الثالثة، هاي خبرتي الشخصية، ولا مرة تناقضت شخصية مع تعليم الكنيسة، ولا مرة. مع يسوع الكنيسة عم تعلم شيء عليه، ولا مرة. بعد ما صار إذا تصير بعدين ما بعرف، بس لحد هلا كل هالخمسين ستين مرة اللي التقيت فيهم بالاختبار، ولا مرة كل الاختبارات تناقضت مع ولا شيء عم تعلم الكنيسة، ولا مرة. عشان هيك كثير بحس إنه أنا هرموني خبراتي مع خبرات الكنيسة، وبحترم تعليمها شو ما كان، حتى لو ما فهمته أيام أنا أقر إنه اللي عملوا هالتعليم بيفهموا أكثر مني. أكيد اللي حط تعليم الكنيسة من الآباء ولهلا للباباوات والمجامع الكنسية، بس يجيني فكرة تتناقض معهم، أول شيء بيطلع على رأسي إنه هن بيعرفوا أكثر مني، بالتالي بجرب أعمل سينكرونيزاسيون لرأسي معهم، مش أعمل سينكرونيزاسيون للكنيسة مع رأسي. بحس إنه لحد هلا ما عشت هالتجربة لي. عندي كتير تناقض بين اللي عم عيشه بخبرتي وبين اللي عم تعلمه الكنيسة. هو زيته شو راح السمع. أنا إيه، مرسي، وصلنا الجواب، مرسي. إليس إليس بونسوار، ما راحت فيديو. إليس ما راحت فيديو لأنه ديجا عم بيقطش، يعني الانترنت عندي كتير مش منيح، ما بعرف إذا عم تسمعوني. إيه خلص، صوتك يكفينا. أوكي. أنا من 6 شهور ساعدت بنتي بالجامعة بكور عندها إياه، وما كان عندها وقت تعمله، كان إلكتف هيدا الكور، هي أخدته البوديزم. أوكي. واضطرت أنا أخد الكور تبعها، وكل جمعة أعمل الدوفاريت تبعولها، واطلعت بهالطريقة على البوديزم. وبالبوديزم في كتير اكسبيريانس، يعني وقت تقرأ عن الـ الكتاب اللي قريناه، هو مثل التعليم، مثل الإنجيل تبعهم، يعني شو عندهم الآيات تبعولهم، وكل آية يفسروها، توصل لمحل وصلنا لمحل صار عم نقرأ على شيء أهم من البوديسم العادي، شيء اسمه زين، والعالم بيطلعوا بيصيروا بيعملوا ميديتاسيون، والميديتاسيون تبعهم بيشوفوا بيطلعوا من جسمهم وبيشوفوا اللايت. اوكي. هلا انا تقدر افهمها هيدي القصه كلها، حطيت براسي ريمو نادر، يعني انا سمعت قصتك من بركي، انت عم بتقول 29 سنه، انا من بركي من 28 سنه تلاقيت فيك وحطيت ايدي على الجرح تبعولك، وما صدقت انه انا عم بحط ايدي على سين من الله، من كنت كتير متأثرة بقصتك، وضلت براسي، وكل الوقت عم بعمل سيميليتود بين شو عم بقرأ بالبوديسم وبين انت الاكسبرينس تبعولك. هلأ
أنا ما أثر فيي كل هالكور أبداً، جاوبت على الأسئلة وجبت لها لبنتي أي وكتير كنت مبسوطة، بس كنت كل الوقت براسي إنه ce que j'ai lu s'est passé avec Raymond. أنت بتعتبر إنه في سيميليتود بين، لأنه العالم اللي براتيك البوديست ببلدان عدد العالم هائل، نحن أكتر يمكن أكتر من المسيحية، هيدول العالم اللي بيعيشوا بالبوديزم وبيمارسوه، يعني هيدا الريليجيون تبعهم. أنت برأيك إنه هن هيدول العالم شافوا الله؟ اسكو يعني سي سيميلير؟ وبالكتاب اللي قريته أنا بيجيبوا سيرة المسيح كذا مرة، إنه هيدا الإكسبيريانس المسيح عايشة كمان. بقى شو برأيك أنت هيدي؟ est-ce que c'est similaire؟ أنت c'était kind of meditation اللي عشته، اللي هن عشوه، واللايت اللي بيشوفوه العالم بالإتا زين والإتا بوديست، هو زيته اللي أنت مرقت فيه؟ أنا كتير عم بسأل حالي هيك، وما صدقت أنه الليلة في هيدا الزوم حتى أسألك هيدا السؤال شخصيا. اوكي مرسي على السؤال، بس بدي اصدمك بالجواب. او شيء جواب كثير طويل، جواب كثير طويل، يعني بشرح لك شو البوديسم وشو الزان وشو الحاله الصوفيه اللي بيعيشها الانسان وشو الترانسندنس وشو اختبار المسيح. هذول كلهم في فروقات بين بعضهم. اكيد ما معنا وقت، فينا بكره نعمل بركه قاعده نحكي عن هودي الامور. اول شيء في شيء اسمه اختبار الله، في الانسان يختبر الله بحسب علاقته هو مع الله. وقت الله خلق الإنسان، أول ما خلق الإنسان بيقول الكتاب المقدس إنه حط فيه روح من روحه، نفخ فيه من روحه. بالتالي الله عنده الإمكانية يتواصل مع كل البشر بكل واحد بطريقه. في ناس عندهم طوق إلى الله، بيعيشوا اختبارات، بيعيشوا حضور الله. هاي شغلة independent من البوديسم والكريستيانيسم والإسلاميسم. في إسلام صوفيين بيعيشوا حالات صوفية بيشرحوا فيها كمان تقريبا نفس الكلام. في شيء كمان عند الكل، لما الواحد بيعيش حقيقة اختبار الله، هيدا شيء، والبوديسم شيء تاني ما له علاقة. البوديسم هي ديانة بس قائمة على الإنسان مش قائمة على الألوهية. عم بحكيها بكتير اختصار. البوديسم بتخلي الإنسان يعيش بحالة فراغ، تيبطل يحس كل شيء بيزعجه، بيرتاح. بس يرتاح بفكر حاله مبسوط، بس مش هيدا الهدف. هيدا باختصار كتير سريع. الزان كمان اهتاف في كتير من البسيشيسم أكتر من السبيريتوية، يعني بيعيشوا حالات نفسية حلوة بس ما بتوصلهم للألوهية. الفرق بين اختبار المسيح وهديك الاختبارات انه المسيح بسيخ، بس تختبريه وتعيشي معه بقدسك وبقلهك وبيجعل منك قديسة. او ديك الاختبارات بتخلي منك تكون إنسان مرتاح. والله ما خلقنا مشان تنكون نحن ناس مرتاحين، الله خلقنا مشان تنكون ناس قديسين، واللي بيقدس هو الروح القدس يلي أعطانا يسوع. هذا الفارس ديانات كلهم بودا والإنسان، أنا برتاح بعمل مديتاسيون ترانسندنتال وبصير مانتر والمانترا ومدريجو، أنا برتاح بس مش الهدف الحياة ترتاح. في واحد يخذ صاروخ حشيشي بيرتاح. هدف المسيح هو يقدسنا، بيرفعك من حالتك البشرية الضعيفة الصغيرة لحالة الألوهية، وهي بس المسيح فيها. هوليك اختبارات إنسانية. هذا باختصار، هو الموضوع أطول من هيك. سوري. مرسي بوكو. مرسي، ثانك يو ريمون، مرسي كتير. ريتا نادر. أنا لأول مرة راح أكون تلميذي شاطرة، راح أجرب التزم وما أجرح له تواضع ولا ريمو. أصلاً شهادتي مجروحة، بس بشكر الرب على وجودك بحياتي بحياة عائلتي. وداي بتوصلنا يسوع. والسؤال هو لأماليا، بس ترينا نعلي إيدي أنا. قولي أماليا. Thank you. I'm blessed to be here. وكنا عم بحضر مباشر.
السؤال هو كنت عم تقول انه اختبرت الرب 50 او 60 مره كان عندك في الاختبار الشخصي، هل هو هيدول ال 50 60 مره اللي بينوا العلامات؟ وهل من خلال هيدا الاختبار كان في شيء مسج من الرب او من مارشرب لك خاص او كان لازم او اعلنت عنه للباقي للشعب؟ الاول جزء من السؤال، بس اعيش الاختبار مش ضروري تكون العلامه عم ترجع من جديد، في اختبارات تطلع العلامه تنزل دم، في ايام لا الاكسبيرينس ما له عليها، بس مش بس تطلع العلامه وتنزل دم تكون عايش الاكسبيرينس، لا يعني بال 50 مره كان بعيش شيء 40 مره بدون علامه. هل العلامه از اسوشيتد مع شيء مسج ولا يعني لا. بس تجي العلامه الرب عم بيعطيك شيء علامه غير ولا بس هي العلامه؟ هلا الاكسبيرينس هي الشغل الداخلي اكثر من هي العلامه. هاي العلامه مش لالي بصراحه ما كثير بتعني لي، تخيل هذه يمكن للناس يشوفوها هاي طريقة يسوع، كان بس يعلم يعملهم عجيبة يأمنوا بتعليمه، إنه إذا ما آمنتوا فيه من أجل كلامه آمنوا من أجل أفعاله. أنا بحس هالعلامة إذا بس أحكي مع حدا نقول له خي صار معي هيك 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 أوكي شوف، طيب بركي بيصدق شو عم بقوله، عم بفكرني عم بمني جيبه مع أنه مش عم بخبر شيء جديد يعني، بس يمكن ربنا بيعرف شو عم بيعمل. هاي طريقة أولى حتى يقدر يوصل بده يوصله للناس. الشغلة الثانية إيه أكيد، ما كل إكسبيرينس بعيشها بعيش مش مسج، بعيش خبرة جديدة بتخليني إما أكثر روحية بصير أقدر وصله أحسن للناس، مثل واحد عم بيعاشر شخص كل ما تتعرف عليه كل ما تصير تحكي عنه أحسن، كل إكسبيرينس بتعرف عليه أكثر بصير أحكي عنه أحسن، هذا اللي بصير. شي مرة أعطاك شيء قال لك هذي للشعب مثلا فندم؟ لا مش للشعب، بيعطيني لإلي أيام يعني. بيعمل لي بهدلات بيأنبني يعني، ما هي بصدق عم بحكي أيام واحد مخه بيطعر بصير بيجلسني بنجلس. في باترن شيء بالأمثلة بيجوا العلامات؟ لا مش أنا مثل مثلا مدام شاني لأنه بتوينتي كل بانده لا لا أنا تركني على المفاجأة. أحلى هيك تشتغلوا هيك بيشتغلوا كل نهار بيشتغلوا أكيد المساجات غير معلنة بتضل بينك لا في قسم منهم أوريدي انكتب ونشر، في قسم بعده يعني أونلاين؟ هو يعني الرب يعطيك مسجز بيقول لك هي لإلك وهي لإلك؟ لا لا غير شيء، الرب بيعطيني وأنا بحكي الكنيسة والكنيسة بتعرف. أوكي بس ما في شيء لإلي، أنا لإلي خاص إنه هو بيقول لك بخبر حدا، لا عم خبرني وبخبره لكل الناس. صارت مع ديبويان بمديغوريا وبفاطمة، لا بمديغوريا إنه مسجات ما المفروض حدا يعرف بعض. أنا مش هي يمكن قصدها هيك، في مسجز وصلوا لك ممنوع تنقل يعني قلتها للكنيسة بس ممنوع تنقل للشعب. أنا بحطها مع المرشد تبعي ومع السلطة الكنسية. هني بقرروا يعني إذا بتنقل يعني. بس ما في شيء سري يعني، زورات وقصص بدها تصير من لا ماشي. كله مثل قلت لكم يوم. طب ريمون نادر هلا قطع 29 سنة من الاختبار مع يسوع مع مارشاربي. بعد 29 سنة من الاختبار هل يا ترى بعدك تدخل بالصحراء ترجع تعمل إعادة صحراء؟ وهي بقطع بصحراء ايه؟ وقت كتير بقطع بصحراء وبصير في عندك كمان يعني مثل بقوله التجربة بتخوض تجربة معركة انه انت عم بتخوض شيء لأبعد انه ترجع بتلاقي حالك عم تضعف وتخطئ على حسب شو اي نوع خطيه ما بعرف حق ما انت بعدك عم تقول عم يرجع عم يعيش بصحراء لما كل واحد عم يعيش بصحراء يعني عم يرجع لذاته حتى يكتشف باب بعده مغلق فيه يعني طيب بعد الصحراء وقت الانسان ببطل حاسس بحضور الله بحضور الله بس هذا الشيء بيوديه لما يكون عم بيعيشه لحتى يمشي بعد لقدام مش هيك الرب بخليك تفوت بهذه الصحراء لترجع تكتشف شيء بعد ما اكتشفته بعد ما الباب بعده مسكر يعني الكرة ريمون هذا بعد في عنده أنا أكيد كل إنسان عنده بس 29 سنة مش مسيرة هينة يعني استمرارية عمل دؤوب كل يوم مع إنجيل عيشه مع سجود مع مسبحة مع محاضرات هلا شو عم يعني تكرار ال نوع الخطايا اللي تبعوا لك شو بكونوا؟ بكونوا شيء بايخ هو البايخ ما هو نحن هلا وصلنا لمحل انه هلا البايخ هو صار يلي
ربنا عم ينورنا عليه، شو هن هدول الاشياء الداخل سنوين نحن بنعتبرها سنوين. لكن رح اعطيك المثل دائما بعطيه للاخوان للناس يعني، وبشبه كيف المسيره مع المسيح بتصير. نحن بنكون عايشين بالظلمه، تعيش بالظلمه ما بيشوف حاله اذا مش جوه نظيف. اذا انت قاعد بالعتم وساكبة على حالك شوربة وحلاوة وشحم ما بتقشع عيون، بالعتم بتطلع فيك لك شو كيف شايفة بتدي تمام، ما بيقشع واحد وسخاطه لأنه بقعد بالعتم. بدي أقرب على النور، في تونيل هيك كبير بآخره هيك في نور كتير قوي، وانت جيت على باب التونيل بيجيك عليك لوميير تميزية هيك نعمة، شو أول شيء بيلفت لك نظرك؟ البقح الكبير، لا في مجمع حلاوة هون وفي كتلة شحم هون، تنتبه على الكبار بتنطفيهم بتقربي بالتونيل، صرت تقربي صوب النور. كل ما تقربي كل ما تشوفي الأصغر، كل ما تقربي كل ما تشوفي الأصغر، توصلي حد النور صرت تنقفي غبرة بالآخر، صرت تشوفي غبرة بتشيليها. لو كنت بالعتمات ما كنت شايفي شيء. سو المسيرة مع يسوع هيك، أنت وبعيدة بيعمل واحد هبلانات مش عارف إنه هذه هبلانات، ما بيعرف حاله شو عم بيعمل، لأنه بالعتم. يسوع بيقول إنه إجا النور للعالم والعالم هرب من النور لأنه مخططين، ما بدهم تبين خطيته والنور بيهرب وبيرجع على العتم. سو بس تمشي بقلب هيدا الاتجاه هيدا النور، كل ما تقربي كل ما تصير مفهوم الخطيه بيتغير. يعني قبل اذا قلت له واحد يا غشيم وما كثير بتطم براسي، اوكي قلت له غشيم ما بتخطر ببالي انه ممكن يكون عملت شيء غلط. كنت قابل الغلط شو مثلا؟ اقتل، اسرق، اذني، اشهد زور، خبط امي وبي، بس هول كنت بعتبرهم هول الخطايا، شفتي كيف؟ انه اوكي مش عامل ماشي الحال. بس تقربي بتصير لا يا غشيم قصه. هي غشيمة تصير نقطة غبرة، يعني واحد ما بيعتبره غشيمة بس هي ممنوع. الصحراء أنا بعدني إنسان لحد هلأ، بطل إنسان بعدين، بس الإنسان عنده ضعفات وبتعب أيام، يا بصير فكر خيش والله مجبور فيهن هو العالم، خليني أهتم مرتي وولادي خي غاز ماشي الحال، شو بدي محاضرات ولقاءات ومشو شغل الأهم أنت بحرب، مش الشيطان عم يتفرج عليك مبسوط فيك انه ايه برافو عم تحكي بالمسيح وانا مبسوط فيك بده يشن عليك حرب ما بتفهم، وكل ما تعلي الدوز كل ما هو يعلي الدوز، مشان هيك عندك حرب روحيه شرسه. لما الشيطان بخرب وبخربط بجرب يستعمل كل اسلحته مشان توقف الشغل اللي احنا عم نعمله، بدك تحربي بدك على طول سهرانه على سلاحك، بتعرفي ما يخرق مطرح تاني، جربي ما تفتحي له مجال يفوت على ديارك، هيدي اسمها حرب روحية. اللي عم بيعيشوا حياة روحية بيختبروها كل الوقت، الشيطان ما بيقعد عايل عم بيعمل شغلته، بالتالي بيضل واحد سهران. وايام الشيطان بيكون كتير ذكي، نحن ايام من هبي بيزحطنا، بس واحد واعي ما بنصحط زحطات كبيرة، بنعمل هفوات بنضل له باردون عليها حتى الهفوة، بس تقدم كتير بحياة روحية تصير هفوة تقيلة، تصير تحس مزعجي. على هل موضوع هيدا فيك تعطينا ريمون اكزامبل عن اكبر حرب انت عشتها عشان الشيطان ضدك، وكيف شو الاسلحه اللي استعملتهم وشو النتيجه اخر شيء، شو كيف طلعت كيف خلصت؟ هذا موضوع كثير طويل وصعب، بس لك الشيطان بيستعمل معك ثلاث اسلحه ما عنده غير، هو سيد هذا العالم وعنده ثلاث شغلات بيستعملوا معك: المال والسلطه والشهوه، او بده يشتريك بالمال أو بالسلطة أو بالشهوة، بتصير تحت سلطانه. بدك تحصن حالك بالمال والسلطة والشهوة، يعني بده يخرج من مطرح النهوض. في ناس نفسهم دنية على المال، بيشتري بالمصاري بضبه، بيحب المال. في ناس بيحبوا السلطة، بصير يغريهم بالسلطة. تعرف شو السلطة اليوم؟ بشو بتمثلة؟ لا، في شيء أبيخ من هيك، بعدد اللايكات على السوشيال ميديا. عم بحكي جد، الشيطان بيلعب فيها بهيك، بيروح يشتري كوربشن، بتروح بتحط شيء انت المهم تاخد لايكس، عم تأذي عم بتخبص عم بتخبي، هيدي مرض هيدي بيستعملوا الشرير، بتصير تحط شيء انه انت ياخد لايكات او بالشهوة، الرجال بيلهي بالنسوان والمرأة بيلهيها بالرجال عشان انت يشدوا لهونيك. هيدي تعطيك مطرح بيستعملوا هيدي كثير بينفع. معكم وقت بعد؟ كيف لك انا بشبه دائما هالحياة بس ننزل فيها مثل باراتروبس، انت مظلة، يعني جيت بالطيارة وزتوك بالأرض. تعرف شو المظليين؟ هو بينزلوا بيشتغلوا بأرض العدو. نحن بس نجي على هالدنيا هيك، انت نزلت من هليكوبتر، نزلت من الطيارة، نزلنا نحن من بطن أمنا، كان نزلت بباراشوت وجيت بقلب العالم،
هيدا العالم مين سيد هذا العالم؟ الشيطان. انت نزلت بأرض عدو، مين بعتك؟ يسوع. شو طالب منك يسوع؟ تحرر المنطقة اللي بتنزل فيه. هذه الصورة مهمة للجهاد الروحي. سواء نزلت بالباراشوت، انت نزلت بقلب أرض، سيد هذا الأرض هو الشيطان، وانت عليك تحرر المطرح اللي نزلت فيه. حرروا تسلموا للمسيح، بس ترجع الطيارة للشيطان. بس تنزل بالأرض، سيد هذا العالم بيجي بيعني ركب معك دين. تجارب يسوع بالصحراء عمل معه زي الشيء. بيجي الشيطان لعندك بيقول لك ليك تركب بعطيك مال أو سلطة أو شهوة بتشتغل معي العالم، بتفوت تشتغل مال وسلطة وشهوة. أو بتقول له لا خي، أنا ملتزم بالمهمة المسلمينية، أنا بعتني يسوع، عندي مهمة واضحة، أنا جندي صالح، بدي حرر المنطقة اللي أنا جيت فيها وبدي أتباطح أنا وياك. رح يقوس عليك ويخرب عليك وتعبك وعم بيعمل شغله وانت بتعمل شغله. أهم شيء نحن نكون بروفيسيونال بالحرب. ما شايف أيام الحرب بتفيد، عندي دي فورماسيون بروفيسيونال على طول أنتي اللي بعرفها من خلال خبرتي بالعسكر. سو انت على الارض بدك تحسن حالك، مربولو سعطان تحسن حالك مزبوط وحارب صح. نحن تكون بروفيسيونال بالحرب وبتحرر المنطقه اللي نزلت فيها، بس ترجع الهليكوبتر او الطياره تشيلك توصل لدين يسوع تنفذ الامر. عملت اللي لازم اعمله. الشيطان بيستعمل معك هول ثلاث اسلحه، بيقول لك تعال اتفق انا وياك بعطيك مصاري تشتغل معي. بيروح هيدا تبشر مع يسوع اكزاكتلي. مثل يسوع بالصحراء زيت، يسوع نزل بالعالم، اجى الشيطان عمل معه زيت خبريه. نحن بيعمل معنا زيت شيء، بيقول لك في عندي مال وسلطه وشهوه، شو بتحب؟ بس تشتغل معي. نحن علينا نتحصن المال، لازم نعرف يخدم حالتي البيولوجية، لازم يأكل ويشرب ويعمل طبق ويلبس وخلص. السلطة مفهوم يسوع، أنت سلطة يعني خادم. أوكي بعطيك سلطة، بس هاي السلطة بيأخذها من الله تأخذه من الناس، مش تتسلط عليها. أنا سلطة يعني بغسل إجرين الناس. هذا اللي بوجع بالسلطة الموجودة اليوم. أصحاب السلطة بيتسلطوا على الناس. يسوع عم بيقولك لا، أنت تأخذ سلطة تروح تغسل إجرين عم تخدمهم. والشهوة زاد شيء بلا فيه، انت ما فيك تكون عندك شهوات تركض ورا شهواتك الحيوانية بتنسى شو طبيعتك، خدمة مشروع الله مش انت تخدم انت رغباتك. وهيدا الصراع بتمشي فيه، بتضلك تقوم على طول فيك الميل للميل والسلطة بالشهوة، وبتتسلح بعمل الروح القدس اللي فيك اللي هو بيعطيك القوة تقدر توجه. هاي الحرب اسمها حرب مشوار قداستك، يعني عم تتقدس بهي الطريقة تربح. مربولوس حكي عنها كتير منيح، انه تستحق اكليل النصر ما تكون حرابط. شو اذا ما حرابط على شو بدي اعطيك الجائزه؟ امين امين. ليا بونسوار. اول شيء ميرسي كتير على التيمونياج، كتير جواب على اسئله كنت عم بسالهم اليوم الصبح. يعني نشكر الله عليك، لأنه عن جد روح القدس كتير كتير موجود وبيعقد إنه هالقد بيرسونال وبيجاوب على أسئلة مزبوطة. أنا سؤالي هو عن الخوف، لأنه اللي بيختبر الحب الحقيقي الكامل، ماريوحنا بيقول الحب الحقيقي perfect love casts out fear. ما بعرف وين على المزبوط بالإنجيل، بس لحدا نختبر الحب بدقري فائق. نحن بنختبره كل يوم بالإنجيل وبالقداس وبكل شيء، بس اللي طلع له إنكاونتر هالقد قوية، في بعد مطرح للخوف بحياته؟ خوف من شو؟ الخوف عن جنرال، خوف الإنسان، الخوف على ابنك، على مرتك، على قعدتك بلبنان، على الأشياء العادية، والخوف ما رح لك الخوف من الموت، لأنه هيدا بتصور أول وحدة بتروح وقتها يصير في فسفس مع الله، بس الخوف الإنساني الطبيعي. عارفي أنا بحكي لك بكل صراحة، ما في شيء بيخوفني غير الخطية. الخطية بتخوف، هي الخطية الوحيدة اللي بتتسلط علينا وبتتسلط علينا وبتقتلنا. بس كون خاطئ، الخاطئ بيخاف.
وكون أكيد كل واحد بخاف يعني في فيش خطيه شو مطرح مجزات ذلك بصدق يعني الخوف المرعب هي الخطيه بخاف من الخطيه ما شرب البيبي واحدة من الاختبارات اللي لازم نتعاطى مع الخطيه مثل الحي خاصه النسوان بتخاف من الحياة بس الحي لحدا بترعب حي الخطيه لازم تخوف مثل الحي لانه بتموت هذا بيخوف هلا الخوف الثاني البشري الطبيعي بخاف على مرتي على اولادي على اهلي مش بمعنى الرعب يعني معناته انه بعتل همهم بهمني صحتهم وبهتم فيهم هذا الرعب الكبير انه خيفان صراحه بدك لا الخوف الحقيقي هو خوف من الخطيه بخاف انا اكون خاطئ بخاف من الناس اللي بحبهم يكونوا خاطئين اذا حدا بحبه كثير وخاطئ يمكن بوجع اكثر منه لانه الخطيه اللي فيه ترعبني وبترعبه اذا عن جد بحبه انت اذا بتحبي اهلك امك بيك اولادك اخواتك اذا بتحسين انه ابرار وقديسين وعايشين بقداستهم ما بتخاف عليهم قد ما بتخاف اذا كانوا خاطئين سو كونكلوجيون الخطيه الواحده بتخوف الباقي كله بيمروا لانه بتعرفي بعد كم سنه زي ما بقولهم بعد 100 سنه من هلا ما حدا مش منا نحن موجودين هون لا اللي عم يسمعوني ولا انا ولا انا بحكي فلي بعد 100 سنه ما حدا هون كلنا بمطرح تاني هونيك الابديه ليش بدنا نخاف امين ميرسي كثير سؤال تاني كثير كثير سريع بعرف تاخرنا الاكيليبر بين الصلاه اللي بتعملها البيرسونيل التات اتات انت وياه والصلاه تبع الكوميونيتي الجماعه تبع الجروب دو بريير او عائلتك او القداس او كل شيء بعرف انه الاثنين مهمين بس هن بيمشوا دائما باراليل ولا في سيزونز بيكون بتحس تشا بزوان هيدي الخلوه اللي عملتها لهالعشر سنين قبل الانكاونتر وفي سيزونات تانيين بتقول لا فاضي نكون بالكوميونيتي اكثر لا اثنينهم مهمين بحياتي العاديه اثنينهم ما بيروحوا مع بعض في صلاتي الشخصيه كل يوم وفي صلاتي مع الجماعه بس كل سنه باخذ فتره ريتريت خاص بنسحب بروح مطرح بعيد وبقعد عدد من الايام بيني وبين حالي وبين ربي وكل انسان بعتقد لازم يعمل زي شيء لازم كل واحد منا مره بالسنه على القليله يعمل ريتريت يعني ينسحب يبعد خمس ست ايام جمعه قد ما بيقدر 10 ايام تيكون بينه وبين الله هيك بقعده حميمه وخلال حياتنا اليوميه الصلاه الفرديه وصلاه الجماعه اثنينهم بذات الاهميه اثنينهم مهمين بس كثير ضروري الريتريت كثير ضروري ريتريت واحد ينسحب كذا يوم يسكت ويكون بس هو والله لحاله ميرسي كثير بعد في عندنا ناتالي وران سؤال عن جديد وما بعرف نحن يمكن طولنا عليك سو ناخذ هالسؤالين عشان ماشي نعمله فينا ونكفي ومن بعد هالسؤالين بلكي اذا فينا نختم بصلاه معك اذا فيك تصلي لنا انت تصلي كمان على الجماعه وعلى كل هذا اللقاء وعلى يمكن الله بيرجع بيعطينا الفرصه انه نرجع نعمل لقاءات تانية لانه في اسئله بين فيها لها شابترات طويله والناس حابه تسمع اجوبه الله رد ناتالي اي سوري انا بس تذكرت هذا السؤال نحن بنقول انه ما في سالو الا بيسوع يعني ما في خلاص للحياه الابديه الا بيسوع طب ليش انا خلقت مسيحيه وغيري مسلم وغيري بودي يعني كيف يعني انه انا خلقت مسيحيه اوكي وطلعت بحب يسوع فاين بس مثل ما بيقولوا عندي افانس خلقت مسيحيه هوليك شو طيب رح جاوبك كمان بسرعة مع أنه كل سؤال مزبوط بده سيسيون شو يعني ما في خلاص إلا بالمسيح رح أشرح لك إياها بس بجملتين وبركي نفصلها بعدين أو إذا أنت تأملت فيها بتفصليها لحالك الله محبة تنبلش من هون الله هو محبة أنا مشان تكون مع الله لازم كمان صير محبة ولا ما فيني يكون أنا وياه هو محبة أنا محبة بنعيش سوا هيك حكيت عنه بالأول إنه الله دعينا لملكوته تنصير نحن على صورته ومثاله ومثله ونكفي معه بحياة أبدية تصير أنا مع الله لازم يكون على صورة الله يعني محبة الله محبة أنا محبة يعني أنا مع الله يسوع هو محبة الله المتجسد يسوع هو المحبة محبة الله ما فيني يكون أنا مع الله
بدون ما أمرق بهاي المحبة، إن كنت واعي لها أو مش واعي لها. يعني ما فيني يكون أنا بملكوت الله إلا إذا كنت صرت أنا محبة. بمجرد ما أحب قريبة يعني عم حط يسوع بيني وبينه حتى لو ما كنت بعرفه. وقت المسلم بيحب حدا مسلم، بمجرد ما يكون عم بيحب حدا مسلم يعني عم بيحط يسوع بينه وبينه، يعني عم بمسح. استعمل التير ما بعرف اعمل له فيرباليزاسيون، بس انا ما فيني احب خارج المسيح. لما المسيح هو الحب، ما فيني احب حدا اللي بحبك بدونك ما يكون المسيح اللي عم بيحبه فيه. ما بعرف عم بقدر اوضحها. مش هيك، حتى لو كان هو مسلم، حتى لو ملحد ما بيعرف بيسوع، بس عم بحب محبه المسيح، بكون عم بحب محبه المسيح بدون ما يعرف. يعني بس سؤالي انا لك، انه المسلم او وات ايفر كل شيء غير مسيحي، اذا كان انسان منيح وانا طلعت على الجنه، هو هني كمان حيطلعوا على الجنه؟ هيك تبسطها كثير، هيك تبسطك اياها اكثر. الله ما بيظلم حدا، ما رح يكون ظالم الله. يعني يطلع واحد لعنده يقول له خيار مش سامع فيك، يقول له شو بعمل لك، روح على جهنم. الله ما بيظلم حدا. بس انه ما نحن كمسيحيه مطلوب منا كثير قصص، الصلاه وسجود الاربين. طب هوليك ما بيعرفوا شيء عن كل هول، والله عادل كمان. سامع بمثل العمال الساعة 11:00؟ سوري قطش صوتك، قطش صوتك. اسمع، كل الأسئلة اللي بسألها بالحياة جوابها بالكتاب المقدس. اوكي، بمثل عن عمال الساعة 11:00 أو يجوا الصبح أو يشتغلوا كل النهار، وجا واحد آخر ساعة اشتغل عطى، اوكي اشتغلنا كل النهار حق لك دينار، اجى واحد اشتغل ساعه عطى دينار، قال له انت ما اخذت حقك خي، خلص شو بدك بغيرك؟ معلم انا بدي اعطي واحد اجاره. لا انا حلو الجواب، انا بعت الهم لانه انا جوزي من غير دين، بدنا نعرف اذا حنشوف بعض بعدين. يعني قولي له خلي يحب مثل ما يسوع بحب. اوكي ميرسي. قولي له حب مثل ما يسوع المسيح بتحب، بحب وخلص بتشوف السماء. اوكي ميرسي. ريمو كيفك؟ انا ايدي جوزة للان، شو اخبارك؟ منيح؟ الله عليك. انت كنت عم تقول قبل شوي انه الشيطان بيحارب بكذا وسيله، بيناتهم السلطه والمال. هلا وانت انسان تعلمت كثير، وكنت كل شغله تقارنها دائما تفكر فيها بطريقه علمانيه وتجرب تحللها، لبين ما صار في عندك هالكونكشن بينك وبين ربك، وصلت لمرحله شفت انه العلم ما كثير له، ما له عازب المره، وتوصل لهالنور اللي انت وصلت له. وقت رجعت على الارض قلت انا خلص بدي اترك كل شيء، بدي اترك علميتي وبدي التحي بشيء ثاني. وصل لك اوفر تروح على اللوميير، فكرت فيه ورجعت كفيت فيه. طب يعني هالشيء يعني قديش، هو هالشيء يعني انه نحن العلم قديش بعد له عازب انه نكبر بالمناصب اللي نحن فيها versus انه نروح نلتحق بشيء اللي انت عم تعمله؟ لا لا فهمت علي غلط. وقل لي فسر لي اكثر. أنا أول شيء ما قلت لك العلم ما بينفع على شيء، مش مزبوط. العلم شغلة منيحة. إيه أوكي. لا أنا ما بقوله قديش بعد بينفع، يعني قديش كثرة العلم بتنفع. لا رح أقول بربنا وبس. العلم باللاهوت ما بينفع، بس العلم بالحياة بينفع. العلم بيعمل أدوية وبيعمر بنايات وبيعمل جسورة، بيعمل وسائل تواصل، بيخلق لابتوب وزوم وعم بسمع صوتك، وهذا كله علم. هذا مهم العلم يكون بخدمة الله، مش انت تزيك عليه. هذا الفرق. ما انا عم تعلم بصير اعرف الله اكثر، مش انت صير تفلسف عليه لالله. هذا الفرق. اوكي كتير 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 مهمة، وكتير مهمة كمان حتى نختبر الله، بصير نفهم الله اكثر بس نتعلم اكثر. انا هلا انجينيور نوكليير بشرفي، انا بمسجد الله من خلال علمي لهالذرات. بس شوف الذرات كيف مركبة، والموليكول كيف عم تشتغل، كيف مركب الكون. خي بركع بمسجد الله، مش بقعد بتقول نظريات بتفلسف عليها وانت مش موجود. اوكي استعمل العلم، العلم لتمجيد الله، مش تقعد تزكى عليه وتفلسف نظريات والله مش موجود. والله العلم شغله كثير حلوه، بس حطه بخدمه الله. بقول لك ما له عازي، ليه؟ مش العلم الريفرنس، الله هو الريفرنس. بس اخذ العلم هو الريفرنس بضيع، لان ولا مره العلم كان ريفرنس. وهيدي بعطيك 20 بروف على خمس دقائق، ولا نظريه علميه استمرت عبر الكون. تمشي النظريه العلميه 50 60 سنه، شوي بيطلع واحد غيرها بتنقض اللي قبل. لكن وين الريفرنس؟ جو بروبا مي ريفيري لا سيونس، لانه منا دايم
100%. سو السلطة مهمة بس نعرف كيف نستعملها للخدمة. 100%. أوكي. المال مهم، مهم نعرف كيف نستعمله. الشخص مهم، مهم نعرف كيف نستعمله. تنعمل عيال مش أنت نروح نطق حمل. بس دخلك ما سألناك، أنت رحت على التالي الميان بس رجعت عملت عندك كت أولاد لأنه قلت شو عملت بشو؟ ما بعرف. أنت قلت تركت الشغل ورحت على التالي الميان. إيه. كيف رجعت ربيت أولادك؟ كيف رجعت كبرتهم؟ والله من عرش بيني للتالي الميان. الميان يعني عبد الحمد. من التالي الميان؟ هذا سؤالي. إيه إيه من التالي الميان. أوكي أوكي. مش غني يعني، عايش عاد حالي وباكل وبشرب وعلم اولادي وبلبسهم وماشي الحال، كل شيء تمام، ما صمدنا مصاري يعني. طيب اوكي ثانك يو. هلا فيني خبرك بعدين اخبار وبتشيبك، بس انه انا وقت عملت ديل مع الله قلت له انا بهتم بالرساله، بهتم اللي بعائلتي، ما فيني خبرك شو صار، بس بدي اعطيك ارقام تتحسبهم براسك. ايه. انا كان معاشي بالتليمير اول بلشت 500 دولار على سنه، بعد سنة صار 600، من بعدها صار 1000، بعد شيء 10 سنين بالتلمية من 15 سنة صار 2000 بديك لي. جمعهم ورح أقول لك شو صار. علمت 3 أولاد، 3 فاتوا على الجامعات، واحد عمل مهندس، بنتي حكيمة، والصغير عمل بزنس بالجامعات. طبق عندي قصوطات بسنة واحدة لما يعني 3 كانوا بالجامعات تقريبا شيء 30,000 لـ40,000 دولار. أوكي. وبدك تطعميهم وتشربهم وتلبسهم وتطببهم وكله، وكنت عم بياخد هاي $1,000 بالشهر. كيف فينا نجيب هاي $1,000 بالشهر وتنتج معنا هاي النتيجة؟ قدرت حسبتهم شيء؟ لا هاي سنة حسابات هلا. أوكي أنا بالسنة كنت طلع $12,000 أصرف 50,000. أوكي. كيف؟ كيف؟ ما عم لك اتكلت على الله، قلت له تم بعائلتي. روح بدي اقول لك كيف، رحت ادفع قسط الاولاد حدا دافعه. اوكي. رحت اشتري شيء ما ياخذوا مني مصاري، صرت عيش مثل واحد عايش بين اهله. اوكي. هيدي اللذه اللي بيعملها الله، بيخلق لك اخوه خي واباء وامات واصحاب. لا هذا بدي اسمعه اكزاكتلي. بتعوز شيء. 100%. يعني روح لاشتري ثياب ما ياخذ مني، روح اشتري من السوبر ماركت ما ياخذ مني، روح ادفع قسط. ما ياخذوا وسط، لا عم بيطلعون كانوا عم بيكفوني لا ياكلوا ويشربوا ما يظبطوا معي. الله دبرها. جريت. الله ما بخيبك. لا لا ثانك يو، هذا ما نسمعه. ميرسي كثير. ميرسي لك. اخر شغله بس، يو كان كونفرت ا نيشن، عن جد انا اندوخت. يعني بتصور ما لازم توقف تحكي. لا بحكي لازم وقت لازم بس. أنا بدي أقول هيك، يمكن في فكرتين قطعوا بآخر كم سؤال، عن إنه خصوصا بالمقارنة بين المسيحيين والإسلام، إنه نحن علينا نعمل كتير قصص وكيف معقول هن يفوتوا مثل على الجنة. نحن يمكن وقت نعرف الرب بنبطل نعمل هالقصص كرمال نرضيه، ببطلوا فرائض بصيروا نعملهم لأنه اختبار حب معه، لأنه ما فيها نعيش خارجه. إذا بعدنا يمكن كتار منا هيك منحس من فرائض، يمكن نكون بعدنا مثل الخي اللي بقى ببيت الأب، وترجع قال له أنا قاعد معك كل وقت ولا مرة ذبحت العجل المسمن. الرب دعينا لعلاقة شخصية، وهالعلاقة الشخصية بيقدر يدخل من خلالنا in order to convert a nation. اليوم الروح القدس حكي من خلالك ريمو، ونشكر الله عليك لأنه الروح القدس عمله ووجوده وكلماته بيتخطوا الفهم تبعنا، تبع السمع، تبع العقل، بيفوتوا بيلمسوا القلوب، ويمكن العبارات اللي بتقطع بالشات بوكس واو هللويا هن روحنا هيك عم تنبض قدام هذا الحديث اللي بنحكي فيه عنه عن الرب، وبيكون هو حاضر بكليته. انا بدي اشكر الله عليك، بدي اشكرك على الوقت اللي اعطيتنا اياه الكبير الطويل يلي ما بينشبع منك صراحه، على امل نقدر نرجع نتواصل لحتى نعمل
هيك يمكن حلقات سيسيونات فيها فورماسيون على تيم معين، على على حديث يكون مركز على تيم سبيسيفيك من هالتيمات اللي انطرحت كلها. أنا بالنهاية بدي أقول لك مرسي والله يباركك. بدي أطلب منك إذا فيك تختم اللقاء بصلاة، ومن بعدها أنا بعمل ترتيلة ختمية ومن هاللقاء. مع الشكر والتسبيح والتمجيد من مجدك بنسبحك يا رب، ونشكرك، نشكرك على حضورك فينا، نشكرك على روحك القدوس، نشكرك على نعمة الحياة، الحياة معك وفيك ومن خلالك ولادك. نشكرك يا رب على كل خبرة بتعيشنا إياها نختبر فيها محبتك، نختبر فيها عظمتك وحضورك. نشكرك يا رب على كل خي واخت بتحطه على دربنا تيقدسنا ونقدسه. نشكرك يا رب على روحك القدوس اللي عم بولعنا بيولع العالم من خلالنا. نطلب منك يا رب بهالمساء تباركنا، بارك كل واحد منا اللي كانوا حاضرين معنا والغيبين، بارك أهلنا، بارك أخوتنا، بارك عيالنا وبارك أولادنا. حط بركتك يا رب بقلب العالم من خلالنا، تنعمل دايما اللي بيرضيك ونسلك دايما بحسب رضا قلبك. نشكرك يا رب على كل عطاياك، نشكرك على كل شيء بتعيشنا إياه تتقربنا منك، نعرفك أكثر، نختبرك أكثر، ونحبك أكثر، ومن خلالك نحب كل إنسان تحطه على دربك. إلك كل المجد والتسبيح والتمجيد والشكر من هلا وللأبد. آمين. شكرا يا يسوع، شكرا يا يسوع، شكرا يا يسوع، شكرا يا يسوع. Hallelujah, hallelujah.